السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبدا نستكمل باقي تطبيقات اللابلاس. احنا كنا بدانا السيشن اللي فاتت في تطبيقات اللابلاس، وعرفنا ان اللابلاس كان ليه دور مهم جدا في حل بعض التكاملات الصعبه، اللي هو بالتحديد التكامل اللي هو على شكل تكامل من زيرو لانفينيتي. اتفقنا ان الاستخدامات التانية للابلاس متمثله في ان اللابلاس بيخدم على الماثيماتيكال موديلنج. يعني ايه بيخدم على الماثيماتيكال موديلنج؟ يعني انا لما بدي لك سيستم واقول لك انا عايز احل السيستم ده، فانت اول خطوه بتعملها بتعمل حاجه اسمها ماثيماتيكال موديلنج، اللي انت بتمسك السيستم تحوله في الاخر لمعادله تفاضليه، ايا كان شكل بقى المعادله اللي هتنشا من الماثيماتيكال موديلنج. اللابلاس بقى دوره هنا ان هو يبدا يسولف المعادلات دي، ايا كان بقى شكل المعادله وايا كان درجه الصعوبه بتاعتها. اللابلاس عنده القدره اللي هو يقدر يتعامل مع انواع صعبه جدا من المعادلات التفاضليه، يقدر يحلها بسهوله جدا. تمام، فهو ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي، اللي احنا عايزين نشوف ازاي نقدر نستخدم اللابلاس في حل الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز. طيب انت دلوقتي بتقول لي ان اللابلاس بيتعامل مع كل انواع المعادلات اللي بتنشأ من عملية الماثيماتيكال موديلنج، النماذج الرياضية. تمام، طب ما تقول لي كده ايه انواع المعادلات اللي ممكن تقابلها وازاي اللابلاس هيقدر يتعامل معاها. فاول حاجه انواع المعادلات، هو اللابلاس عنده القدره اللي هو يتعامل مع اربع اشكال. الشكل الاولاني اللي هو الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز، اللي هو الديفرنشال ايكويشنز العاديه، اللي هي سواء بقى كونستنت كوفيشنت او فاريبل كوفيشنت. بيقدر يتعامل مع سيستم اوف تو ديفرنشال ايكويشنز او اكتر كمان، على فكره مش لازم تو يعني خلاص، بس اللي احنا هنتعامل معاه النهارده اللي هو سيستم اوف تو اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، ودي يمكن اخدناها في المنهج بتاع الديفرنشال ايكويشنز، بس كنا بنحلها بطريقه المعادلات التفاضليه. المره دي ممكن احل سيستم مكون من معادلتين باستخدام اللابلاس. كمان بيحل نوع مميز اسمه انتجرال ايكويشنز، وده بيظهر في انواع كتيره جدا من السيستمز، ان انت لما تيجي تعمل لها نماذج رياضيه بتتحول لمعادله تكامليه مش معادله تفاضليه. وبيتعامل برضو مع النوع الميكس اللي هو الانتجرو ديفرنشال ايكويشنز. فاللي انا عايز اقوله لك ان باختلاف المسميات في الاخر طريقه تعامل اللابلاس مع المساله هيبقى واحد. كل الانواع دي كلها اللابلاس هيتعامل بطريقه واحده، مش هيختلف باختلاف المسمى. تمام، فاحنا من هنا ورايح انا مش هنتبه او مش هركز مع المسمى على قد ما انا هركز على ازاي اللابلاس بيتعامل مع المعادلات اللي هي بالمنظر ده. طيب فتعالى اول حاجه نشوف المين ايديا بتاعتي، اللي هي الفكره العامه، ازاي اللابلاس بيتعامل مع الانواع دي ويقدر يبسطها ويحلها بسهوله جدا. الفكره دلوقتي ان المساله بتاعتي بتبقى بالمنظر ده، بتبقى عباره عن سولف، عندي علاقه ما بين الواي والتي. تمام، معادله ما بين الواي والتي. تمام، الواي هو الديبندنت فاريبل والتي اللي هو الاندبندنت، هو ده المستقل. تمام، المعادله دي ممكن تتبع اي شكل من اشكال الاربعه دول، ممكن تبقى سيستم خاص، ممكن يبقى انتجرال ايكويشنز، ممكن تبقى انتجرال ديفرنشال، ممكن تبقى اوردينري، ايا كان، المهم المعادله دي بتتبع واحده من دول. المعادله دي مطلوب ان انا احلها. طب عشان احل المعادله دي انا عايز اجيب مين؟ الواي اوف تي، ده الحل بتاع المعادله. المشكله ان انت مش عارف تجيب الحل في التايم دومين، انا مش عارف احل معادله تفاضليه في التايم دومين. فاحنا كنا قلنا زمان اي حاجه مش عارف تحلها في التايم روح للايه؟ للاس. اكيد لما تتحول للاس هتبقى سهله جدا. فهو ده اللي انا هعمله بالفعل، اللي انا هعمل لابلاس للمساله كلها. يعني المساله كلها هتتحول باللابلاس لمساله جديده فين؟ في الاس دومين. بدل التي هيبقى فيها اس، وبدل الواي اللي هي واي سمول دي هتبقى فيه واي كابيتال. طبعا انت المسميات دي ممكن تتحكم فيها، يعني هو لو جابها لك المعادله فيها واي كابيتال تخليها سمول ايا كان، المهم يكون في فرق ما بين الشكل ده والشكل ده. المعادله الجديده بتاعت الاس دومين اكيد هتبقى سهله، اصل دايما الاس دومين بيسهل المساله. فلما تلاقي المعادله دي سهله فتقدر تجيب الحل بتاعها اللي هو مين؟ الواي اوف اس. تمام، طب انت كده جبت الحل بس فين؟ في الاس دومين. بس انا عايز الحل فين؟ في التايم دومين. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم ارجع بالانفرس عشان اجيب الحل بتاع التايم دومين. يبقى تعالى كده نقول الخطوات، هما ثلاث خطوات. اول خطوة اللي انت تعمل لابلاس للمسألة. تمام،
عشان يحول مسألة التايم لمسألة الاس السهلة. تاني خطوة تجيب الحل بتاع الاس دومين، دي خطوة مهمة، لازم تجيب الحل بتاع الاس دومين والمنتظر اللي هو هيبقى عملية سهلة مش صعبة يعني. بعد ما تجيب الحل بتاع الاس دومين، الخطوة التالتة ترجع بالانفرس عشان تجيب الحل بتاع مين؟ بتاع التايم. هما دولت الثلاث خطوات اللي هنقعد نكررهم في كل المسائل اللي هتقابلنا بعد شوية. طيب دلوقتي بقى، بما اني اول خطوه هعملها ودي يمكن اهم خطوه فيهم اللي هي خطوه اللابلاس، فبما اني هعمل لابلاس للمعادله بتاعتي ايا كان تصنيفها ايه، ايا كان تصنيفها، فانا هعمل لابلاس للمعادله، فلازم اتعرف الاول على المحتويات بتاعت المعادله دي هتبقى عامله ازاي، ايه الحاجات المتوقع ظهورها في المعادله بتاعتي واللي انا هضطر اجيب لها اللابلاس. فجمعت لك كده كل الاشكال المتوقع ظهورها في المعادله، ولازم دلوقتي تتعلم ازاي تجيب لها لابلاس. طب اول حاجه ممكن تلاقي داله من التايم، داله لوحدها، داله من تي، ساعتها تجيب لها لابلاس ازاي؟ هتجيب لها لابلاس عادي باستخدام التيبل والبروبرتيز اللي هي الطريقه العاديه لايجاد اللابلاس، هتجيب داله جديده في الاس دومين. ممكن تلاقي الواي اوف تي، مش انت بيكون المعادله فيها واي اوف تي او واي داش واي دبل داش وهكذا، فممكن تلاقي واي اوف تي ده السوليوشن في التايم، طب ما ده التحويل بتاعه للاس دومين سهل، بتجيب اللابلاس بيتحول لواي اوف اس. زي ما قلت لك دايما غير شكل المسمى لور كيس وابر كيس، تخليه العكس، لو هو جابه لك ابر كيس تخليه هنا لور كيس. طيب ماشي، ايه كمان الاشكال المتوقع ظهورها جوه المعادلات؟ ممكن الاقي الواي داش والواي دبل داش والواي تريبل داش وهكذا، بس الحاجات دي لما بنلاقيها ساعات بنلاقيها على صورتها البسيطه اللي هي الكونستنت كوفيشنت. يعني ايه كونستنت كوفيشنت؟ يعني المعاملات هنا ايه، شايف هنا جنبهم ارقام، ممكن يبقى جنبها واحد جنبها رقم. الحاله الاصعب شويه اللي هي الفاريبل ايه كوفيشنت. تمام، طيب انا في الاخر عايز بس دلوقتي اتعلم ازاي اجيب اللابلاس لكل واحده من دول. طب ما دي عمليه سهله، ما دي قلناها قبل كده. الواي داش، قبل بس ما نشوف الواي داش، في بس حاجه عايز انبه عليها، هي الفاريبل كوفيشنت. الفاريبل كوفيشنت اللي انا اقصده هنا هو فاريبل كوفيشنت، طبعا دي كلمه عامه قوي صح، يعني ممكن المعامل ده يبقى فاريبل، تمام، ممكن يبقى تي، ممكن يبقى تي سكوير، ممكن يبقى كوزاين تي، ممكن يبقى لين تي، اي حاجه فيها تي. بس انا للاسف اللابلاس عنده قصور في الحته دي شويه، هو مش بيقدر يتعامل مع كل الاشكال بتاعت الفاريبل كوفيشنت، هو بيتعامل بس مع نوع معين من انواع الفاريبل كوفيشنت اسمه بولينوميال كوفيشنت. تمام كده، لان العمليه برضو مش مفتوحه. تمام، لا هو اللابلاس بيقدر يحول البولينوميال كوفيشنت، الديفرنشال ايكويشنز ويز بولينوميال كوفيشنت. يعني ايه؟ يعني الكوفيشنت دي لازم تبقى تي او تي سكويرد او تي كيوب وهكذا. طيب تعالوا قول لي بقى التحويله بتاعت كل واحده من دول. طب ما دي كنا واخدينها زمان، الواي داش، ارجع كده للجدول بتاع زمان بتاع البروبرتيز، كان الواي داش بتحول ايه؟ اس واي اوف اس ناقص الواي عند الزيرو، صح كده؟ طب الدبل داش كان ايه؟ كان اس سكويرد واي اوف اس ناقص اس واي عند الزيرو ناقص الواي داش عند الزيرو. طب تتوقع التريبل داش هيبقى ايه؟ هيبقى اس كيوب واي اوف اس ناقص اس سكويرد واي عند الزيرو ناقص اس واي داش عند الزيرو ناقص واي دبل داش. ايه اللي هتلاحظه انت هنا؟ هتلاحظ دايما ان انا الباور هنا ماشي مع علامه التفاضل، دي حاجه. كل مره بطرح الانيشال فاليو بتاعت الداله واي واي داش واي دبل داش، وبوصل في الاخر لانهي الديريفيتيف. لو انا عندي الديريفيتيف هنا التالت، يبقى انا بوصل هنا الديريفيتيف ايه؟ اللي قبله اللي هو التاني. تمام؟ ودايما الباور بتاع الاس بيقله بيقل. فاحفظها بأي طريقة، المهم بتعرف تستخدمها على طول. التحويلات دي مهمة جدا، دي كنا قلناها قبل كده في البروبرتيز بتاعت اللابلاس. طبعا خلي بالك في فرق ما بين الواي دي والواي دي، دي واي بتاعت الاس دومين ودي الواي بتاعت الايه اللي هو التايم دومين، يعني الواي هنا عند الزيرو. تمام، برضو راعي الاختلافات ما بين الابر كيس واللور كيس، مهم هنا ان انت تفرق ما بين الابر واللور كيس عشان اللي هو الكابيتال والسمول عشان ما تتلخبطش في حل مثلا. طيب هو لو كانت بقى فاريبل كوفيشنت ايه اللي هيجد بقى؟ عادي خالص، مش هي عباره عن تي وداله تي وداله تي وداله؟ طب ما التي ده مؤثر صح؟ تاثيره بيعمل ايه؟ سالب تفاضل،
كنا واخدين زمان ان تي بيعمل سالب تفاضل. يبقى معنى كده كل واحده من دول لو جات لك هتحول الواي الاول، يعني الواي هنا هتتحول لمين؟ لواي اف اس. الواي داش اس واي اف اس ناقص واي عن 0، واي دبل داش اس سكويرد ناقص اس واي عن 0 ناقص واي داش عن 0. بعد ما تحول الواي التي دي هتعمل ايه؟ هتحط لك سالب تفاضل بس كده، تمام؟ طيب خلي بالك انا دلوقتي مجرد ان انا بتعلم ازاي احول المساله بتاعت المعادله الحلجيه للمعادله التفاضليه للاس دومين، تمام؟ فبتعرف على الاشكال اللي هلاقيها في المعادله، فلازم تكون عارف ازاي تحولها. طيب ما تنساش ان احنا كنا قايلين في السلايد اللي فاتت ان في نوع اسمه انتجرال ايكويشنز. فالانتجرال ايكويشنز هتلاقي ان الواي بتاعتك اللي هو السوليوشن بتاعك مش موجود بشكل صريح، او مش موجود جوه تفاضل، مش موجود على شكل واي داش واي دبل داش، او هتلاقيه بقى على شكل ايه؟ هتلاقيه موجود جوه تكامل. ده معنى كلمه انتجرال ايكويشن، يعني الواي اللي هو الديبندنت فاريبل اللي هو المتغير التابع اللي هو السوليوشن بتاعك هيكون بدل ما هو يكون جوه علامه التفاضل هيبقى جوه علامه ايه؟ التكامل. فممكن تلاقي الواي جوه التكامل من 0 تي بالمنظر ده، ممكن تلاقي الواي جوه التكامل من 0 تي بالمنظر ده، تمام؟ طب قول لي هتعامل ازاي مع كل واحد فيهم؟ الاولى دي بسيطه، دي داله ودي مؤثر، ده بيعمل واحد على اس وده هتجيب له اللابلاس عادي، فهتجيب الواي اللابلاس بتاعها واي على اس واي اوف اس، والتكامل ده هيحط لك هنا واحد على اس. طب دي بقى لا دي مش همشيها داله ومؤثر، مش هينفع. دي هتمشيها الاول ان انت هتخلي التكامل ده جوه علامه كونفليوجن. تعرف تعملها؟ اعرف اعملها. هخلي التكامل ده كله جوه علامه الكونفليوجن، هترجع الداله دي لاصلها والداله دي لاصلها. دي اصلها كان اف اوف تي ودي اصلها واي اوف تي. بعد كده في اللحظه دي اقدر اقول لك لو انت عايز بقى تجيب اللابلاس، اللابلاس هنا هيبقى سهل، هتجيب لابلاس الاولى ضرب لابلاس ايه؟ الثانيه. خلاص انا كده دلوقتي بعد ما عرفت كل التحولات من التايم للاس اللي عندي وكل الاشكال المتوقع ظهورها في المعادله بتاعتي، نقدر دلوقتي نحل بقى المساله بالتكنيك اللي احنا اتفقنا عليه، اللي انا بجيب اللابلاس وبعد كده اجيب الحل بتاع الاس وبعد كده اجيب الانفرس. تعال نشوف كده اكزامبل. طيب تعال كده نشوف الاكزامبل ده. عطاني هنا ديفرنشال ايكويشن وعطاني طبعا انيشال كونديشنز هنا. على فكره الديفرنشال ايكويشن بالمسمى ده بيسموها انيشال فاليو بروبلم، لما يدي لك معادله تفاضليه وكمان معاها انيشال كونديشنز بيسموها انيشال فاليو بروبلم. طيب المهم ان هو عاطيني هنا معادله تفاضليه عايز احلها باستخدام اللابلاس. طبعا المساله دي سهله ممكن احلها حتى بالمعادلات التفاضليه العاديه، بس احنا عايزين هنا نشوف ازاي هنستخدم اللابلاس. احنا اتفقنا دلوقتي ان استخدام اللابلاس لحل المعادلات ايا كان تصنيفها هو بيتم على 3 خطوات. اول خطوه بتجيب لابلاس للمعادله عشان تحول معادله التايم لمعادله جديده في الاس دومين. بعد ما تجيب لابلاس المعادله وتروح للاس دومين هتجيب الحل بتاع الاس دومين، والمفترض اللي هو هيبقى اسهل بكتير من الحل بتاع التايم دومين، يعني هتقدر تجيبه بسهوله جدا. بعد ما تجيب الحل بتاع الاس دومين هتجيب الانفرس عشان تجيب الحل بتاع التايم دومين، تمام؟ دي ال3 خطوات اللي احنا هنمشي عليها. طيب تعالى كده نشوف اول خطوه، يلا نبدا نجيب اللابلاس للمعادله كلها. هنمسك كل ترم نجيب له اللابلاس، وخلي بالك من الحته دي عشان في ساعات بتنسى ترم في النص. فاول حاجه الواي دبل داش اللابلاس ده هيبقى ايه؟ هيبقى اس سكويرد واي اف اس ناقص اس واي عن 0 ناقص واي داش عن 0، الرصه اللي احنا حافظينها دي. طيب تاني حاجه التسعه دي مالناش دعوه بيها، الواي 9 واي التسعه دي زي ما هي، الواي اللابلاس بتاعه ايه؟ واي اف اس. طيب الكوزاين اللابلاس بتاعه ايه؟ هيبقى اس على اس سكويرد بس 4، تمام؟ طيب انا كده خلاص جبت خطوه اللابلاس. بس انا بعد ما بجيب اللابلاس لقيت ان انا في التحويلات محتاج الانيشال فاليو، الواي عند الزيرو والواي داش عند الزيرو. المساله مش هتكمل الا بالانيشال فاليوز، صح؟ لازم اعرف الحاجات دي قيمتها كام، تمام كده؟ فلما اجي اجيب هنا الانيشال فاليو واي عند الزيرو هو عطوالي هنا بكام؟ واي عند الزيرو عطوالي بواحد، صح؟ بينما الواي داش عند الزيرو هل هو عطوالي؟ هل عطاني سيره عن حاجه اسمها واي داش عند الزيرو؟ لا، ما عطانيش الواي داش عند الزيرو بكام. في الحاله دي لما بيكون انت محتاج احد الكونديشنز وما عندكش قيمته، فاحتياطي دلوقتي هو اكيد رقم، صح؟ فاحتياطي افترضه اللي هو رقم اسمه A،
تمام، ثابت اسمه ايه، تمام، والثابت ده هيكمل معايا لحد اخر خطوه، وممكن بقى في اخر خطوه خالص احسبه، تمام. بس المهم ان انا عشان امشي الحل دلوقتي، فانا طالما الواي داش عن الزيرو انت محتاجها وانا مش معايا معلومه عنها، فانا هفترض اللي هي ثابت اسمه ايه وهكمل بيه الحل عادي خالص. ده انا دلوقتي ادي المعادله بتاعت الاس دومين، هحط هنا، حطيت هنا واحد اهو، وحطيت هنا ايه ماينس ايه. طيب دلوقتي انا بعد ما انا زي ما اتفقنا في خطوه كده في النص اللي انا عملت ابلاي للانيشال ايه كونديشن، دايما كده هتلاقي الخطوه دي لازقه دايما في اللابلاس، دايما خطوه اللابلاس بعديها على طول ايه ابلاي للانيشال كونديشن. عود نفسك على كده بقى، لان هو في التحويلات بيحتاج الانيشال كونديشن. طيب بعد ما عملت القصه دي، المفترض ان انت بتحاول تجيب الواي اوف اس، هتعرف تجيب الواي اوف اس؟ اه لازم احاول افصلها، لازم الواي اوف اس دي تتفصل لوحدها. طب هفصلها ازاي؟ تعالى نعملها واحده واحده. نجمع الواي اوف اس مع بعض هنا، كومن فاكتور هيبقى اس سكوير بلس 9، والحاجات اللي ما فيهاش واي اوف اس دي اركنها الطرف الثاني اس بلس اي، وديتها هناك اهي اس بلس اي. اه بس انا عايز برضو افصل الواي اوف اس لوحدها، صح كده؟ فهفصلها ازاي؟ طيب الطبيعي اللي انا عشان افصل الواي اف اس المفروض اقسم على اس سكوير بلس 9، بس انا عايز اتفق معاك اتفاق قبل ما توصل لمرحله اللي انت تقسم على معامل واي وتقسم عليه وتحطه هناك. اسال نفسك سؤال الاول، هو انت لو قسمت على اس سكوير بلس 9 الطرف اليمين ده هيبقى سهل ولا صعب؟ طب انا ليه بقول كده؟ اصل انا ممكن قبل ما اقسم ابسط الطرف اليمين شويه، بالتحديد اوحد المقامات، صح كده؟ ما دي من احد طرق التبسيط، تمام. فهل انت شايف ان انا في داعي هنا لتوحيد المقامات ولا امشيها كده زي ما هي؟ دي حاجه مختلفه على حسب طبيعه المساله. يعني انا شايف المساله دي لو انا وحدت مقاماتها وبعد كده حطيت الاس سكوير بلس 9 الطرف الثاني بالقسمه، هتلاقي المساله هتكعبل معاك، هتلاقي المساله طويله قوي معاك، تمام كده؟ فهي الاحسن تاخدها كده. ليه؟ لان انت لما تقسم على اس سكوير بلس 9 هتلاقي الطرف اليمين بقى سهل، كل ترم في الطرف اليمين لما يتقسم على اس سكوير بلس 9 هيبقى شكله بسيط مش صعب، تمام كده؟ يبقى انا بقول لك المعلومه دي مهمه جدا عشان هتتكرر معانا في المسائل اللي جايه، فلازم هنا تتخذ قرار اذا كنت توحد مقامات الطرف اليمين وبعد كده تقسم ولا ما توحدش وتقسم على طول. فدي عمليه متوقفه على شكل الطرف اليمين. طيب انا شايف الطرف اليمين ده مش محتاج اوحد له المقامات بتاعته، هخليها كده. فانا هقسم على اس سكوير بلس 9، هقسم كل ترم على اس سكوير بلس 9، تمام. فادي الشكل ده عندي، الشكل ده بسيط او بسيط جدا. الشكل ده اقدر اجيب له الانفرس بسهوله، والشكل ده اقدر اجيب له الانفرس برضو بسهوله، دي ما فيهمش مشاكل، ده وده ما فيهمش اي مشاكل، ده هيبقى كوزاين ده هيبقى ساين. المشكله كلها في ده، بس مش مشكلة قوي برضو عشان دي صورة مجرد النظر الباي انسبكشن. اني صورة؟ الصورة اللي هي الفيرست فورم، اللي هو لما كان فوق فيه واحد وتحت فيه اس سكويرد، دي اللي هي الفيرست فورم. فاكر الفيرست فورم كنت بعمل ايه؟ كنت بقول بره في واحد على الرقم التاني ناقص الرقم الاولاني، يعني واحد على تسعة ناقص اربعة، بعد كده اقول واحد على الاول ناقص واحد على التاني، تمام. طيب هل انا كده جاهز الانفرس؟ ناقص خطوه واحده بس، ادخل بس الاس دي جوه، خلاص ادخل الاس دي جوه، فدخلت فعلا الاس دي هنا ودخلتها هنا، تمام. بقت المنظر ده كده، انا جاهز ان انا اجيب الانفرس. يلا نبدا نجيب الانفرس بقى. هنمسك كل كومبوننت ونجيب لها الانفرس. الكومبوننت الاولى دي الانفرس بتاعها كام؟ كوزاين 3 تي، كوزاين 3 تي. طب الكومبوننت الثانيه دي اللي هو الشكل ده، ده الانفرس بتاعها هيبقى ايه؟ مبدئيا الاي ده ملهوش اي دور، يعني الاي ده بينزل زي ما هو، والشكل ده اللي هو واحد على اس تربيع زائد 9 ده شكل الساين 3 تي بس مقسوم على كام؟ 3. ارجع بقى للانفرس اللي احنا كنا بناخده قبل كده، تمام. طيب الكومبوننت دي بقى دي كوزاين، ودي برضه هتبقى ايه؟ كوزاين، بيختلف بقى الزاويه، هتبقى واحده كوزاين 2 تي والثانيه كوزاين 3 تي، تمام. كده خلاص انا كده جبت الانفرس، وبالتالي يبقى انا كده جبت السوليوشن بتاعي. بس استنى، السوليوشن بتاعك فيه معلومه ناقصه، فيه كونستنت هنا، فيه مجهول اسمه ايه.
فلازم تجيبه. لو هو عطالك المعلومات اللي انت تقدر تجيبه منها تجيبه، لو ما عطالكش معلومات زياده خلاص تمام. فانا شايف ان هو اللي هو هنا عطيلي كونديشن انا ما استخدمتوش خالص، صح؟ اللي هو قيمه الحل، الحل عند تي ايكوال باي على 2، فانا لازم استخدم الكونديشن ده عشان اجيب مين بقى؟ الثابت اللي اسمه ايه. فهمنا يا جماعه؟ يبقى انت لو لقيت الواي داش عند زيرو مش موجوده اتفقنا تفترضها ايه وتكمل بيها عادي، وفي الاخر ممكن يكون عطيلك كونديشن تحسب منها الايه دي. فانا دلوقتي هابلاي عشان اجيب الايه، هابلاي كونديشن اللي هو واي عند باي على 2 ايكوال سالب 1. الكونديشن ده معناه ايه؟ معناها ان عند تي بباي على 2، خلي بالك اللي جوه ده التي واللي بره ده الواي، عند تي ايكوال باي على 2 الواي هتبقى بكام؟ بسالب 1. يلا نطبق الكلام ده. هنطبقها ازاي؟ هنحط التي بباي على 2 والواي بسالب 1. الواي هنا هحطها هنا بسالب 1 تمام. التي هنا لما احطها باي على 2 هيبقى كوزاين 3 باي على 2 ده بكام؟ عارفين كوزاين 3 باي على 2 ده بزيرو. الساين 3 باي على 2 لما تحط هنا تي باي على 2، ساين 3 باي على 2 ده بسالب 1 تمام. طبعا لما تحط هنا تي باي على 2 هيديني كوزاين باي اللي هي سالب 1، وهنا هيديني كوزاين 3 باي على 2 اللي هو برضو سالب 1. فسالب 1 ناقص ناقص 1 يعني هيبقى 0. هتلاقي في الاخر سوري، هنا كوزاين 3 باي على 2 هتبقى 0، عشان انا اسف، هنا كوزاين 3 باي على 2 هتبقى 0. ف هيبقى هنا في 0 تمام. فالتعويض في الاخر هيقول في الاخر الشكل ده. بعد ما وصلت للشكل ده كده اقدر اجيب قيمة الايه، هتطلع ب 12 على 5. يبقى انا كده وصلت للحل النهائي، ان الحل النهائي بتاعي هيبقى ادي الواي بتاعتي اهي، بس هشيل الاي دي واحط بدلها 12 على 5 تمام كده. يبقى هو ده السوليوشن بتاعنا. نشوف كده بقى المسألة دي. المسألة دي تعتبر بقى اتفقت معاك بقى ان انا مش هقعد بقى اصنف المعادلة هل هي اوردينري ديفرنشال ولا انتجرو ولا انتجرال والكلام ده كله. اتفقنا ان طريقة التعامل واحدة تمام. فالمعادلة دي لو انت حبيت تصنفها فالمعادلة دي عبارة عن انتجرو ديفرنشال ايكويشنز. ليه انتجرو ديفرنشال ايكويشن؟ لان الواي بتاعتي اللي هو الحل بتاعي موجود فين؟ موجود جوه تفاضل وموجود جوه علامة تكامل، فبيسموها دايما انتجرو ديفرنشال ايكويشن. ايا كان المسميات انا عارف كده كده ان انا هعدي على كام خطوه، ثلاث خطوات اساسيه. الخطوه الاولى هجيب لابلاس الطرفين، الخطوه الثانيه هجيب الواي اف اس اللي هو الحل بتاع الاس دومين، الخطوه الاخيره اجيب الانفرس عشان اجيب الواي اف تي تمام. دي الخطوات الاساسيه اللي انا هعدي عليها. بس استناني بقى، انا دلوقتي مفترض ان انا اجيب اللابلاس الشكل ده صح؟ طب الاشكال دي، هل الاشكال دي جاهزه على اللابلاس؟ تعال نشوف. الواي داش ده جاهز ماشي، التي والواحد والكلام ده كله جاهز. مين بقى اللي لسه مش جاهز؟ التكامل ده. طب هو ليه مش جاهز؟ لان انا التكامل ده اولا بايظ هنا من تي لزيرو، المفروض يبقى من زيرو لتي، فدي محتاجه تظبيطه. وكمان التكامل ده مش هينفع تجيب له اللابلاس الا لما تحوله لصوره ايه؟ الكونفليجن صح؟ الواي هنا دي واي اوف تي ماينس يو اي باور ماينس يو، خلي بالك دي مش واي ضربه، التي ماينس يو ده الارجيومنت بتاع الداله، ده الحاجه اللي جوه الداله زي واي اوف تي مثلا. واي اوف تي يبقى تي هو الارجيومنت، هنا واي اوف تي ماينس يو يبقى الواي دي داله من تي ناقص يو. طيب يبقى انا اول حاجه محتاج اعمل تظبيطه في التكامل ده بالتحديد، يعني الحته دي هي دي اللي محتاجه تتظبط شويه الحته دي. طيب فانا دلوقتي هعمل خطوه تحضير للابلاس، اللي انا هبدا احضر التكامل ده. التكامل ده لازم نبدا نظبطه دلوقتي. هنظبطه ازاي؟ اول تظبيطه لازم اخليه من 0 تي. طب عادي اخليه من 0 تي بس احط اشاره ايه؟ سالب. دي كان زمان بيقولها لنا، بدل حدود التكامل واحط اشاره ايه؟ سالب. تاني تظبيطه لازم تعملها، لازم التكامل ده يتحول لعلامه كونفليجن. هل دي عمليه سهله؟ التكامل ده كله هيختزل دلوقتي جوه علامه كونفليجن تمام، اهو علامه كونفليجن اهي، والدالتين بتوعي هيبقى الداله دي والداله دي، بس هراجع كل واحده منهم ليه؟ لاصلها. فالداله دي اصلها ما كانش واي اوف تي ماينس يو، كانت عباره عن واي اوف تي عاديه، والداله دي اصلها عباره عن اي باور ماينس تي. طيب كده اقدر اقول لك ان انا خلاص
التكامل اللي كان عامل لي أزمة كده بقى جاهز على صورة اللابلاس، وكده أقدر دلوقتي إن أنا أجيب اللابلاس للتكامل ده، سوري للمعادلة دي. طيب يلا نجيب لابلاس بتاع الواي داش، التحويلة بتاعته اس واي اف اس ناقص واي عند الزيرو. الشكل ده لما اجي اجيب له لابلاس اتفقنا، بنجيب لابلاس الاولى ونجيب لابلاس الثانيه ونحط ما بينهم ايه علامه ايه ضرب. فلابلاس الاولى ولابلاس الثانيه وعلامه ضرب. التي طبعا لابلاس بتاعه واحد على اس سكويرد، والواحد لابلاس بتاعه واحد على اس. للاسف ناس كثيره جدا ممكن بتنسى الواحد ده، بتخليه زي ما هو واحد، وطبعا بتلاقي المساله معقده معاها، فخلي بالك من الحته دي. الواحد هيبقى لابلاس بتاعه واحد على اس. الخطوه الثانيه اللي انا احاول اتفقت معاك قبل ما تجيب الواي اف اس لازم تعوض بالانيشال كونديشن، دايما بعد اللابلاس لازم تابلاي الانيشال كونديشن. طبعا هنا عطالي هنا الواي عند الزيرو كام؟ بزيرو. طيب خلاص يعني الترم ده مش معايا خالص. طيب بعد ما عملت ابلاي للانيشال كونديشن دلوقتي انا عايز اوصل لمين في الاخر؟ للواي اف اس، عايز الواي اف اس تتفصل لوحدها. فاتفقنا دي عمليه بسيطه، ناخدها الاول كومن فاكتور، نجمعها في الشمال ناخدها كومن فاكتور. فلو جمعت الواي اف اس كومن فاكتور هيبقى عندك كوفيشنت اسمه اس، والكوفيشنت الثاني اسمه ناقص 2 على اس زائد 1 اهو، تمام. طيب بعد ما خدتها كومن فاكتور نبدا بقى نوصل للقرار ده اللي احنا هنقسم ده، هنقسم على الشكل ده، هنقسم المعادله على الشكل ده عشان تبقى الواي اف اس لوحدها. بس استنى، انت عايز تقسم المعادله على الشكل ده؟ طب بس لما تقسم على الشكل المكعبل ده وتوديه الطرف التاني بالقسمه هتلاقي العمليه هتبقى مكعبله قوي في الطرف اليمين، صح؟ الطرف اليمين هيبقى معقد. فاتفقنا نحاول نبسط الدنيا الاول. طب اول حاجه، اول تبسيطه هعملها اللي انا هبسط الشكل ده، تمام؟ دايما عود نفسك على كده. المساله اللي فاتت يمكن كان الشكل ده كان اس تربيع زائد 9 فكان سهل قسمت عليه على طول، بس هنا لا، ده الشكل ده محتاج يتبسط قبل ما يتقسم عليه. طيب يلا نبدا نبسطه ازاي؟ نوحد المقامات. هنوحد المقامات هيطلع لي الشكل ده. بعد ما وحدت المقامات يلا نقسم عليه. ممكن تستنى شويه برضو، ممكن تعمل ايه كمان؟ شايفين الشكل الكوادراتيك ده؟ ممكن تعمل له يا فاكتورايزيشن يا كومبليت سكويرنج، صح؟ مش احنا عارفين دايما الشكل الكوادراتيك طريقه التعامل معاه يا اما هتبقى عن طريق الفاكتورايزيشن لو امكن، لو ما امكنش موضوع الفاكتورايزيشن يبقى نعمل كومبليت سكويرنج، تمام. فانا شايف هنا ان الفاكتورايزيشن بسيط، ممكن يبقى كده اس بلس 2 اس ماينس 1. طيب ماشي، دلوقتي بقى يلا نقسم. يعني ايه نقسم؟ يعني ناخد ده كله نقسم عليه هنا. بس استنى برضو شويه قبل ما تقرر اذا كنت تقسم على ده على طول كده، انا كده كده هقسم عليه، بس في حاجه تانية لازم نحاول نشوف نبسطها ولا لا. الطرف اليمين ايه رايك؟ تبسطه ولا تخليه كده؟ مش انا اتفقت معاك ان انت لو خليته كده هتبقى مسالتين، تمام؟ ولو انت حبيت توحد مقاماتك هيبقى مساله واحده. ايه رايك توحد مقامات ولا تشرع عليهم مفرطين؟ والله بص اقول لك حاجه، هو انا شايف لو انا قسمت على، تخيل معايا كده، لو انت قسمت على ده حطيته هنا مع الاس تربيع، ومره قسمت حطيته مع الاس، هتلاقي ان كل مسألة من دولت محتاجة partial fraction، صح؟ هتلاقي نفسك بتحل مسألتين partial fractions. طب ليه؟ طالما هي كده كده هتقول لي partial fractions، طب انا هخليها fraction ايه؟ واحد، تمام؟ فاهمين يا جماعة الفكرة دي؟ يبقى المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت انا ما كنتش محتاج اعمل توحيد للمقامات، بس المسألة دي انا محتاج هنا اعمل توحيد للمقامات. ليه؟ لان انا لما اجي اقسم على ده احطه هنا بالقسمة، انا شايف ان الـ 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 ان في الحاله دي هيبقى الـ 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 الطرف اليمين هيبقى معقد شويه لو انا اتعاملت معاه بالشكل ده. فالاحسن هنا ان احنا نوحد المقامات الاول. فهو ده اللي انا هعمله، وحدت المقامات على اس سكوير بالمنظر ده، وبعد كده دلوقتي هقسم بقى الشكل ده على الشكل ده، سوري، هقسم على الترم الكبير ده. يعني ايه اقسم على ده؟ يعني اضرب في مقلوبه، يعني في الاخر هيبقى شكل الواي اف اس بالمنظر ده. اس بلس 1 سكويرد، الاس بلس 1 اهي دخلت هنا، تمام؟ والمقام ده والبسط ده
دخل هنا كده في المقام، تمام كده. ففي الاخر طلع في الاخر الشكل ده. طيب هنجيب الانفرس ازاي؟ لا مفر من البارشال فراكشنز، لازم اعمل بارشال فراكشنز. فهنا هتعمل بقى بارشال فراكشنز، وخطوات البارشال فراكشن مش هنركز عليها دلوقتي، انا هدي لك الناتج النهائي اللي انت هيطلع في الاخر الشكل ده. بعد ما تعمل بارشال فراكشنز هتلاقي الواي اف اس بقت بالمنظر ده كده. انا اقدر اقول لك ان انا اقدر اجيب الانفرس بسهوله جدا. دي الانفرس بتاعها اي باور ماينس 2 تي، هنا الانفرس اي باور تي، هنا واحد على اس ده يبقى كونستنت، واحد على اس سكوير ده يعتبر تي كده. يبقى انا خلصت حل المساله. زي ما قلت لك الخطوه اللي انا قلتها هنا دي، الخطوه دي مهمه جدا، اللي انت عود نفسك بعد ما تجيب الواي اف اس كومن فاكتور تبسط الكوفيشنت ده الاول، عشان لما تحطه هناك في المقام لما تقسم عليه هناك يبقى شكله بسيط. دي اول حاجه. فتبسطه ازاي؟ توحد مقاماتك بقى، تعمل كومبليت سكويرنج، تعمل فاكتورايزيشن، ايا كان اللي انت تبسطه. بعد ما تبسطه وقبل ما تقسم ابدا بسط مين؟ الطرف اليمين ده شويه، يتخليه زي ما هو، يتبسطه عن طريق ان انت تخليه فراكشن ايه؟ واحد. فشوف بقى المساله هنا، انا شايف لو كنت خليته زي ما هو كان هيبقى صعب، مش هيبقى صعب قوي، بس هتلاقي نفسك بتحل مسالتين بارشال فراكشن. طب ليه؟ طب انا اوحد مقاماتي واخليها ايه؟ مساله واحده بارشال فراكشن. طيب تعالى كده نشوف بقى المساله دي. الجديد هنا في المساله هنا اللي هي عباره عن معادله تفاضليه عاديه، بس المره دي هي variable coefficient، يعني المعامل بتاع الواي داش والواي دبل داش المعامل بتاعهم هنا variable. واتفقنا ان احنا مش هنخلي الموضوع متعمم على اي variable coefficient، العمليه برضو بتبقى صعبه. احنا هيبقى العمليه مقصوره على احد انواع ال variable coefficient اللي هو اسمه polynomial coefficient. يعني ايه polynomial coefficient؟ يعني اخري الاقي ال coefficient عباره عن تي، تي سكويرد، تي كيوب. دي الحاجات اللي اقدر اتعامل بيها جوه اللابلاس. ولكن لو لقيته مثلا اي باور تي، كوزاين تي والكلام ده كله، هيبقى التعامل معاها هيبقى اصعب بكتير، تمام. فاذا احنا دلوقتي هنتعامل مع اللي هي differential equation with polynomial coefficient. اتفقت معايا يمكن المسمى مش مهم بالنسبه لي، لان طريقه الحل هتبقى ثابته. احنا كده كده عندنا ثلاث خطوات للحل. الخطوه الاولى ايجاد اللابلاس، الخطوه الثانيه اجيب الحل بتاع الاس دومين اللي هو الواي اف اس، الخطوه الاخيره اجيب الانفرس عشان اجيب السوليوشن. طيب تعالى نبدا نمشي على الخطوه الاولانيه. بس قبل ما نجيب اللابلاس هنا، في حاجه اتفقنا عليها من شويه. احنا اتفقنا التي دي لما تتحول للاس دومين هتتحول لايه؟ لسالب تفاضل، صح؟ والتي اللي هنا هتتحول لسالب تفاضل. فالافضل دايما ان انت قبل ما تجيب اللابلاس تجمع الحاجات اللي فيها تي، تاخد منها تي كومن فاكتور، عشان يبقى دي ليهم نفس المعامله، فاهمني؟ يعني لما يكون حاجه كونستنت كوفيشنت، يعني مثلا ده وده كونستنت كوفيشنت، تمام، فهيبقى دوت معامله لوحدهم. بينما لما وجود التي هنا او وجود التي هنا هيبقى ليه معامله تانية، اللي هو هيبقى يتحول لسالب تفاضل. فالافضل، انا افضل يعني ان انت تعمل كده، اللي انت تعمل الحاجات اللي فيها تي تاخدها تي كومن فاكتور، تمام. طيب انا كده رتبت المعادله بالشكل ده، تي واي دبل داش، وفي هنا تي مع الواي داش، فاخدتها تي كومن فاكتور، ماينس واي داش ماينس 2 واي ايكوال 0. يلا نبدا نحول بقى. هنبدا نحول ال نبدا نحول البلوك ده الاول. البلوك ده هيتحول ازاي؟ الواي دبل داش هيبقى التحويلة بتاعته اهي، اللي هي اس سكويرد ناقص اس واي عند الزيرو ناقص الواي داش عند الزيرو، صح؟ طب والواي داش ده الواي دبل داش، طب الواي داش التحويلة بتاعته ايه؟ هتبقى اس واي عند الزيرو ناقص الواي داش عند ايه؟ ناقص الواي عند الزيرو، اس واي عند الزيرو، اس واي في اس ناقص واي عند الزيرو، تمام؟ طيب انا كده حولت الداش والدبل داش، ناقص ان انا احول التي، التي هيتحول ايه بقى؟ لسالب تفاضل، تمام؟ طيب يلا نكمل. هنحول ده بقى، سالب واي داش هتحول ازاي؟ سالب الواي داش التحويله بتاعته المعتاده اس واي اوف اس ناقص واي عند زيرو ناقص 2 واي، هيتحول ازاي؟ هيبقى ناقص 2 واي اوف اس ايكوال زيرو، تمام. كده انا خلصت خطوه اللابلاس. بعد اللابلاس على طول بيجي وراها التعويض بالانيشال كونديشنز، صح كده؟ فانا مفترض ان انا احط هنا قيمه للواي اوف زيرو واعرف قيمه للواي داش عند زيرو. طيب هل الحاجات دي عندي؟ ابص كده الواي عند زيرو بزيرو خلاص، ده بزيرو خلاص.
يعني الترم ده خلاص مش موجود معايا، وكمان واي عند الزيرو زيرو، يبقى هنا برضو الترم ده مش موجود معايا خلاص. طب الواي داش عند الزيرو هل عندي؟ لا انا ما عنديش معلومه عن الواي داش عند الزيرو، انا عندي معلومه عن الواي داش عند الواحد. طب طالما ما عنديش معلومه الواي داش عند الزيرو، اتفقنا نعمل ايه؟ نفترضها ثابت اسمه ايه، لو كمل معايا يكمل معايا مفيش مشكله تمام. طيب بس هو في الحقيقه الايه ده مش هيكمل معايا خلاص. ليه مش هيكمل معايا؟ اصل هنا في علامه ايه بره، علامه تفاضل، فالتفاضل لما يخش هنا يلاقي ثابت فهيعمل ايه؟ هيطيره صح. يعني اقدر اقول لك ان الترم ده طار والترم ده برضو طار خلاص ما بقاش معايا، لان هو ثابت لما يتفاضل هيبقى بزيرو، وده اساسا طاير برضو لوحده عشان الواي يعني زيرو زيرو، ده طاير خلاص. طيب يلا انا شلت كده الحاجات اللي هي اتصفرت، يلا نبدا نعمل تفاضل. ايه ده، وانا لازم اعمل تفاضل؟ اه طبعا، انا مش هينفع اكمل باقي خطوات الحل غير لما اعمل التفاضل ده، هشوف هيطلع كام. فهنا التفاضل طبعا هو هنا في سالب، فادي السالب اهو تمام. هنبدا نعمل التفاضل بتاعنا، هفاضل كام داله؟ هفاضل دالتين، داله الاس تربيع في الواي وداله الاس في مين؟ في الواي. طيب الاس تربيع في الواي دي تتفاضل حاصل ضرب دالتين، الاولى في مشتقه الثانيه الاس تربيع في الواي داش زائد الثانيه اللي هي الواي في مشتقه الاولى اللي هي 2 اس تمام. كده انا خلصت مين؟ خلصت الجزء الاولاني. طيب الجزء الثاني اللي هو اس في الواي، اه برضو تفاضل حاصل ضرب دالتين، لان الواي دي جواها اس، فيبقى الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه ايه؟ الاولى تمام. كده انا خلصت عمليه التفاضل دي خلاص، وبقت المعادله بالشكل ده. طيب المعادله دي انا ممكن ابسطها بس شويه، اطير الماينس مع الماينس مع الماينس، لان هنا في ماينس وهنا في ماينس وهنا في ماينس، اضرب المعادله كلها في ماينس عشان يبقى ايه؟ تبقى كلها بلس تمام. وبالمره كمان اجمع المتشابهات، يعني في متشابهات هنا، في هنا واي داش صح وفي واي، فانا هجمع المتشابهات، ادي الواي داش اهي مع بعض. يبقى انا اول حاجه ضربت في ماينس بس عشان ما اتلخبطش، ضربت في ماينس يبقى خلي ده كله بلس تمام. وبعد كده جمعت المتشابهات، الواي داش دي جمعتها مع اختها بقت اس سكوير بلس اس واي داش، الواي دي هجمعها مع اختها هنا، وفي واي هنا كمان وفي واي هنا كمان، جمع لي بقى كل الوايات دي كلها في حته واحده، هيديني هنا الواي دي مع الواي دي يديني 3 اس، واللي بره دوت يديني 3 واي اوف اس، سوري معلش، هو هنا في 2 اس وفي هنا اس يديني 3 اس، وفي هنا واي وفي 2 واي يديني 3 واي. المهم في الاخر اللي انا لقيت مفاجأة. ايه المفاجأة اللي انا لقيتها بقى؟ انا المفترض ان الخطوة اللي جاية بعد كده ان انا اجيب واي اف اس صح؟ بس عملية ايجاد الواي اف اس هنا هل هتتم بصورة مباشرة؟ هل هتبقى عملية سهلة زي المسائل اللي فاتت؟ لا، المرة دي ايجاد الواي اف اس، لاحظت هنا ان الواي اف اس مستخبية جوه معادلة تفاضلية، لان عشان توجد الواي اف اس لازم تحل المعادلة التفاضلية. يبقى خد بالك دلوقتي اللي حصل كالاتي، انا كان عندي معادله تفاضليه صعبه في التايم دومين، بس نتيجه اللي هي فاريبل كوفيشنت، نتيجه اللي هي فيها الفاريبل كوفيشنت، لما عملت لها لابلاس اتحولت لمعادله في الاس دومين، بس مش سهله قوي، هي اكيد اسهل من التايم بس هي مش اسهل من، مش سهله على الاطلاق يعني، لان المعادله دي معادله تفاضليه، بس احسن حاجه فيها اللي هي فيرست ايه؟ فيرست اوردر، بدل ما هي كانت سكند ايه؟ اوردر. فدي الميزه اللي موجوده عندي، ان انا هنا دلوقتي لما اجي اجيب الواي محتاج اعمل خطوه اضافيه ان انا احل معادله فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن تمام. يبقى ده الاختلاف ما بين المسائل بتاعت الكونستنت كوفيشنت ومسائل الفاريبل كوفيشنت. مسائل الكونستنت كوفيشنت ايجاد الواي في اس اسهل ما يمكن تمام، ولكن مسائل الفاريبل كوفيشنت ايجاد الواي اف اس هيبقى محتاج خطوه زياده، اللي هي هتلاقي نفسك بتحل معادله تفاضليه. طيب يلا ركز، عايزين نحل المعادله التفاضليه دي، دي عباره عن فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن في الاس دومين، وكمان هي سيبارابل. ليه سيبارابل؟ ادي الواي داش اهي، الاس مفصوله عن الواي، هنا الواي والاس مفصولين عن بعض، يعني ممكن اعمل هنا عمليه السيباريشن سهله جدا. الواي داش دي عباره عن ايه؟ رجعها لاصلها، الواي داش عباره عن ايه؟ دي واي باي دي اس،
وديت الوايات دي هناك عشان ابدا اجهز عمليه السيباريشن. لازم كل طرف يبقى فيه فاريبل واحد. فاخدت الواي دي وديتها هناك بالقسمه، واخدت الاسات دي وديتها هناك بالقسمه، فوصلت في الاخر اللي انا عندي واحد على واي دي واي، وعندي ناقص 3 اس بلس 1 على اس في اس سكوير اس بلس 1. طبعا انا حاولت هنا بس اعمل اختصارات عشان عمليه التكامل. خلاص انا كده اقدر اعمل تكامل بقى للطرفين. الطرف الاولاني يديني لين واي، الطرف الثاني طبعا انت هنا لما جيت قسمت ده على ده، تمام، قسمتهم على بعض، اخدت طبعا سالب 3 كومن فاكتور، واخدت الاس هنا كومن فاكتور، لقيت الاس بلس 1 دي هتطير مع مين؟ مع الاس بلس 1. فطلع في الاخر التكامل سهل جدا، اللي هو سالب 3 لين اس بلس سي. بس احنا خلي بالك انت هنا لازم تجيب الواي، لازم تجيب الواي في اس لوحدها مفصوله، ما ينفعش تكتفي بالحل بالمظهر ده، تمام؟ فهنا لازم تسمبليفاي الحل اللي طلع ده عشان تجيب الواي في اس لوحدها. فازاي كنا بنسمبليفاي الحل ده؟ كنا بنحط هنا ايه؟ لينسي، صح كده؟ عشان ايه بقى؟ عشان اقدر استغل خواص اللين واقدر اجيب الواي في الشكل ابسط. فعشان نستغل خواص اللين ونجمع اللين دي مع اللين دي، لازم الاول سالب 3 دي نعمل فيها ايه؟ ينفع اخلي اللين دي مع اللين دي كده على طول؟ اخليهم في اللين واحده؟ لا، لازم السالب 3 دي تخش جوه الاول. يعني سالب 3 دي اشيلها من هنا وتبقى هنا. تمام؟ ساعتها لما تلاقي اللين واللين ما لهمش معاملات، تقدر تجمعهم بقى ايه؟ مع بعض. تمام؟ تجمعهم مع بعض في لين واحده، تمام كده؟ واللين الواحده دي هتبقى لين، المفروض تبقى لين، المفروض تبقى كده، بص، لين سي واس باور نيجاتيف 3. عشان انا لما دخلت الناقص 3 دي لما شلتها من هنا وحطيتها جوه، اصبح اللين دي الكوفيشن بتاعها بوزيتيف وهنا بوزيتيف، يعني في الاخر بقى عندي لين حاصل ضرب، تمام؟ بس طبعا سي في اس باور نيجاتيف 3 اللي هي سي على اس ايه؟ كيوب يعني. تمام؟ طيب المهم ان انا عندي لين ولين، اقدر اخد اي باور الطرفين، هاخد اي باور الطرفين. فلما اجي اخد اي باور الطرفين، حاضر اقول ان الواي اوف اس هتبقى طبعا الاي دي هتطير مع اللين ده، فيبقى الواي هي مين؟ سي على اس. تخيل. طيب انا كده جبت الحل بتاع الاس دومين. يبقى خلي بالك في الكونسنت كوفيشنت كنت بوصل للخطوه دي باسرع ما يمكن، كانت عمليه سهله جدا. المره دي في الفاريبل كوفيشنت هتلاقي نفسك بتحول المساله في الاس دومين، والمساله بتاعت الاس دومين مش هتلاقيها سهله قوي، هتلاقيها عباره عن فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. طيب هجيب بقى خلاص الخطوات العاديه بقى اللي انا هبدا اجيب دلوقتي الانفرس. هجيب بقى دلوقتي الانفرس واحد على اس التكعيب، طبعا الانفرس بتاعه تي سكواد على 2. فانا كده جبت خلاص الحل بتاع التايم دومين. بس استنى، في حاجه ناقصه، الثابت. الثابت ده ظهر لي وانا بحل مساله الاس دومين، فظهر معايا ثابت، فلازم اوجده في الاخر، صح؟ هوجده ازاي؟ هستخدم احد الكونديشنز الموجوده عندي. طبعا الكونديشن ده ملوش لازمه هنا. ليه؟ اصل ده بيقول لي عند تي بزيرو الواي بزيرو. طب انا عارف، ما عند تي بزيرو فعلا الواي هتبقى كام؟ بزيرو. كده ما عنديش معادله اجيب منها الثابت، صح؟ فهستخدم مين بقى؟ هستخدم الكونديشن الثاني اللي هو بيقول لي الواي داش عند الواحد ايكوال 2. لازم استخدم الكونديشن ده. طب استنى بقى، انا عشان استخدم الكونديشن ده اساسا لازم اجيب مين الاول؟ الواي داش، وبعد كده احط جواه مين؟ التي بواحد، صح؟ يبقى ما ينفعش ابلاي الكونديشن ده الا لما اجيب مين الاول؟ الواي داش. فيلا نجيب الواي داش. عيد الواي داش. فضلت. بعد ما جبت الواي داش نبدا نحط الكونديشن. الكونديشن بتاع الواي داش ان عند تي بواحد، عند تي بواحد الواي داش هترجع كام؟ 2. تمام؟ فانا احط تي بواحد وواي داش باتنين، هيطلع في الاخر السي باتنين. خلاص. طالما عرفت قيمة الثابت، ارجع بقى لشكل المعدل اللي انا كنت مبروزه اللي هو الشكل ده، شيل السي دي حط مكانها كام؟ 2. ويبقى انا كده جبت شكل المعادلة، او سوري، شكل الحل النهائي بتاعي. تمام كده يا معلم؟ يبقى زي ما اتفقنا ان صعوبة مسائل الـ variable coefficient ان انت بعد ما بتحول للاس دومين هتلاقي ان معادلة الواي اوف اس معادلة first order differential equation. طبعا هو بالصح اللي انا اقولها هتبقى first order. هي فيرست اوردر ليه؟ عشان هنا في تي باور 1
بس لو كان في تي باور 2 كانت هتبقى معادله سكند ايه؟ هتبقى معادله سكند اوردر. واحد يقول لي طب انا استفدت ايه؟ يعني سكند اوردر اتحول لسكند اوردر. اه بس استنى، السكند اوردر فاريبل كوفيشنت اصعب بكتير من السكند اوردر كونستنت كوفيشنت. يعني انت حتى لو هنا في تي سكويرد تمام، هتلاقي في ميزه هنا هتلاقيها موجوده، ان المعادله بتاعت السكند اوردر هنا هتبقى كونستنت كوفيشنت، فهتلاقي التعامل معاها اسهل بكتير من السكند اوردر فاريبل كوفيشنت. فهو في جميع الحالات اللابلاس بيبقى مميز جدا في حاله الفاريبل كوفيشنت بالتحديد، اللي هي البولينوميال كوفيشنت، اللي هو لما يكون الكوفيشنت عباره عن بولينوميال، ساعتها بيبقى لابلاس ليه دور مهم. لو جينا بصينا بقى على المساله دي برضو نفس القصه، المساله دي تصنف اللي هي عباره عن اوردينري ديفرنشال ايكويشن ويز فاريبل كوفيشنت، او بالتحديد بولينوميال كوفيشنت. شايف الكوفيشنت ده عباره عن بولينوميال، المعامل ده عباره عن بولينوميال. طب اتفقنا هنعمل ايه؟ خطوات الاساسيه هجيب لابلاس. بعد ما اجيب لابلاس لازم في الاخر اوصل للواي اوف اس. بعد ما اوصل للواي اوف اس اجيب الانفرس عشان اجيب الواي اوف تي. دي الخطوات اللي انا همشي عليها تمام. بس انا متوقع طالما المساله هنا فاريبل كوفيشنت ايجاد الواي اف اس هيبقى فيه شويه خطوات كتيره شويه، هيبقى فيه شويه شغل شويه. طيب يلا نجيب اللابلاس، هنمسك كل ترم نجيب له اللابلاس. انا التي هنا اللي هو الفاريبل تي ده مش موجود غير مع الواي داش بس، خلاص يبقى هنبدا نحول الواي دبل داش، دي التحويله بتاعته. 2 تي واي داش هنتحول ازاي؟ التي بيبقى سالب تفاضل تمام، والواي داش تحويلته معروفه، اس واي اف اس ناقص واي اف زيرو، وتي اللي هو سالب ايه؟ تفاضل. سالب 4 واي هيبقى سالب 4 واي اف اس، ما تنساش الواحد، ناس كتيره جدا بتنسى الواحد، هيبقى واحد على اس. بعد ما عملت اللابلاس على طول ابلاي الانيشال كونديشن، على طول عود نفسك على كده. الانيشال كونديشن هنا بيريحك، بيقول لك ان الواي والواي داش عن الزيرو بزيرو، فكده الترم ده راح، والترم ده برضو ايه؟ خلاص راح، والترم ده برضو هنا راح. طيب كده انا عملت ابلاي للانيشال كونديشنز بتاعتي، وجاهز ان انا اشوف المعادله بتاعت الواي. بس قبل ما تشوف المعادله بتاعت الواي في حاجه كده لسه مش جاهزه، اللي هي ايه؟ التفاضل ده. لازم التفاضل ده يتعمل، فلازم هنا هنعمل خطوه التفاضل الاول، وبعديها هنبدا نتفرج على معادله الواي ونشوف هنتعامل معاها ازاي. طب يلا نعمل التفاضل. التفاضل هنا حاصل ضرب دالتين، اس واي داش زائد الواي في واحد، حاصل ضرب دالتين. طيب تعالى بقى نبدا دلوقتي نتفرج على معادله الواي اف اس. معادله الواي اف اس ايه رايك فيها؟ دي المره دي معادله الواي اف اس معادله فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن تمام. وكمان بالتحديد هي لينير، يعني واضح هنا ان انا عندي، بص ادي الواي داش اهي، وعندي هنا الواي، شايف الواي باور 1 صح كده، هي تعتبر فيرست اوردر ولينير. فطالما فيرست اوردر ولينير، طبعا اول خطوه دايما بحتاج اعملها دايما ان انا اجمع المتشابهات عشان تبقى توضح شكل رؤيه المساله تبقى واضحه شويه. فالواي داش اهي لوحدها، واد الواي لوحدها، واد ما فيهوش واي لوحده. طيب لا دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فيرست اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن. يبقى انا عشان اوجد الواي اوف اس عشان اوصل للمرحله دي لازم احل الفيرست اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن. وعايز اتفق معاك اتفاق، دايما في مسائل الفاريبل كوفيشنت لما تيجي تحولها باللابلاس يا هتطلع في الاخر فيرست اوردر لينير يا فيرست اوردر ايه؟ سيبرابل. لان انا ممكن ما اصعبش عليك واخليها تي سكويرد، انا هخليها لك تي بس. فهتلاقي المعادله بتاعت الاس دومين هتلاقيها معادله فيرست اوردر يا لينير سيبرابل تمام. فانت عود نفسك او توقع الشكلين دول. طيب الاثنين بعرف اتعامل معاهم بسهوله جدا. دي معادله لينير، ازاي بقى اسولف المعادله لينير؟ كان في خطوه كان بيقولوها لنا زمان، لازم تخلي الكوفيشن ده يبقى كام؟ 1. فلازم اعمل ايه الاول؟ لازم اقسم على ماينس 2 اس. اللينير كان لازم الكوفيشن ده يبقى بوان، دي الصوره الاستاندرد بتاعته. فدي بعد ما قسمت على ماينس 2 اس طلع في الاخر الشكل ده. طيب فين البي وفين الكيو؟ كان عندي حاجه اسمها بي وعندي حاجه اسمها كيو. بعد ما احدد البي وادي كيو بجيب حاجه اسمها ميو. الميو هي ايه؟ باور تكامل البي. طبعا التكامل هنا بالنسبه لمين؟ للاس، لان الفاريبل بتاعي دلوقتي الموجود جوه المعادله التفاضليه اللي هو هيطلع الحل بدالته اللي هو الاس. فاي باور تكامل بي دي اس. هنعمل تكامل دلوقتي لمين؟ هعمل تكامل الشكل ده صح؟ بس انا عشان اعمل تكامل الشكل ده استنى اشوف انا هحمله ازاي دلوقتي؟ انا هبسطه.
عشان اقدر اعمله تكامل هوزع البسطة على المقام. فلو وزعت البسطة على المقام هيطلع لي هنا اس على ماينس 2 وهيطلع لي هنا 3 على اس. دي خطوة لابد منها عشان ابسط التكامل. يلا نحل التكامل ده بقى. التكامل ده هنا اس هيديني اس سكويرد على 2 وده يديني لين صح؟ فهيبقى في الاخر اي باور ماينس اس سكويرد على 4 و3 لين. طبعا الاي هنا مش هينفع اسيبها كده، لازم اوزعها على الاس بتاعها عشان ابسط الميو زي ما احنا اتعودنا زمان، اللي انت لازم دايما تبسط الميو لان هي هتخش بعد شويه جوه عمليه التكامل فلازم نبسطها. فالاي هنا هتتوزع، هتتوزع على مين؟ هتتوزع على الباور بتاعها، فهتتوزع على ده وهتتوزع على ده. كل واحد منهم لما يتوزع بياخد معاه الاشاره معايا، يعني اي هتبقى على الاولى اي باور ماينس اس سكويرد على 4 واي على الثانيه هتبقى اي باور 3 لناس، كل واحده بتاخد اشارتها معايا. طبعا انا الشكل ده يمكن تبسيطه، ابسطه ازاي؟ الثلاثه دي ما ينفعش اطير الاي مع اللين الا لما الثلاثه دي تخش جوه، فالثلاثه دي هتخش جوه دلوقتي هتبقى ايه؟ 3 هنا صح كده؟ ساعتها اقدر اقول لك ان الاي دي تقدر تطير مع مين؟ مع اللين. هيبقى لك كام بقى؟ هيبقى لك اس كيو في الاخر تمام؟ طيب و اي باور ماينس اس سكويد على 4 كده خلصت خطوه الميو. طيب فاكرين شكل السوليوشن بتاع لينير؟ السوليوشن بتاع لينير كان بيتبع الشكل ده، كان ليه ستاندرد كده فورم، حل اللينير ليه ستاندرد فورم، كان ميو في الواي اللي هو الحل بيساوي التكامل ميو كيو زائد سالب. طبعا التكامل هنا طبعا هيبقى بالنسبه لاس تمام؟ طيب فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحط الميو هنا جوه وبره صح؟ جوه التكامل وبره. فادي ميو اهي اتحطت وادي ميو اهي اتحطت. كويس؟ الكيو هتتحط هنا، ادي كيو اهي، دي اللي هي كيو تمام؟ وهعمل التكامل ده بقى تمام؟ طيب يلا نعمل التكامل ده. التكامل ده برضو بسيط مش صعب. الاس سكوارد هنا هتطير مع اس سكوارد من هنا، يتبقى لي ايه؟ اس واحده بس تمام؟ فكده اصبح التكامل عباره عن هنا في اس واي باور ماينس اس سكويد على 4، فهعمل فيها ايه الاس دي؟ الاس دي تقوم انت واخدها رميها هناك بالانتجريشن. طبعا خطوات بقى انتجريشن عاديه بقى، الاس ترميها، كان في هنا اس صح؟ الاس دي هتوديها هناك بالتكامل عشان طبعا الاي هنا باور اس سكويرد، فالاس دي لازم ترميها هناك، هتبقى هنا اس سكويرد على الاثنين تمام كده؟ كده خلاص اقدر اعمل انتجريشن هنا بسهوله. التكامل بتاع الاي باور ماينس اس سكويرد على 4 وهنا في اس سكويرد، فالاي بتنزل زي ما هي وهقسم على المعامل، فهنزلها زي ما هي، ادي نزلت الاي زي ما هي وعندي بره كده كده عندي سالب ربع. بس في حاجه كمان ما تنساهاش، اللي انت بتنزل الاي وبتقسم على معامل الاس تربيع، فالمعامل الاس تربيع هنا سالب ربع، فلما تقسم على سالب ربع يعني كده بتضرب في كام؟ في سالب 4. طيب فده خلاص هيطير مع ده، وكده تقريبا انا وصلت لشكل الواي، بس ناقص خطوه واحده. ايه الخطوه؟ اللي انا لازم اقسم على ده عشان يبقى الواي لوحدها، او اضرب في المقلوب يعني. فانا هضرب في اي باور اس سكويد على 4 وهقسم على اس تكعيب صح كده؟ هقسم على اس تكعيب واضرب في اي باور بوزيتيف عشان اطير ده. طيب يبقى الواي في اس هيبقى ايه بقى؟ بص كده، الثابت هيتضرب في اي باور اس سكويد على 4 على اس تكعيب، والشكل ده لما يتضرب في الاي، الاي باور الموجب لما يتلاقم على اي باور السالب يطيروا بعض، يبقى اي باور 0 بواحد، وهيبقى لي واحد على اس تكعيب. طيب كل الكلام ده كلام بسيط جدا، عباره عن عمليات انتجريشن والكلام ده كله. هنا بقى نبدا نعمل ايه؟ المفروض نعمل اخر خطوه عندنا اللي هي خطوه الانفرس. بس استناني بقى، انت قلت لي قبل كده ان انت ممكن تعمل انفرس في وجود السي عادي خالص، يعني والثابت ده موجود ممكن تعمل ايه؟ الانفرس. بس في الحقيقه هنا انا مش هقدر اعمل الانفرس في وجود السي ده. المشكله في ايه بقى هنا؟ المشكله هنا شايف الداله اللي فيها الثابت؟ الداله دي بعرف اجيب لها لابلاس اللي انا مبروزها دي؟ لا ما بعرفش صح؟ الداله دي انا ما بعرفش ايه اجيب لها ايه؟ لابلاس. ليه؟ عشان دي هنا اي باور بوزيتيف، وانا ما بعرفش اتعامل مع اي باور بوزيتيف اس سكويرد،
وكمان اساسا اي باور اس سكوير دي مش شكل ستاندرد اساسا عشان اقدر اتعامل معاه. يعني الشكل اللي انا مبروزه ده شكل بايظ، ما بقدرش، مش هعرف اجيب له الانفرس اساسا. ليه؟ عشان ما ينفعش اجيب الانفرس والاي تبقى اي باور بلس، تمام؟ فاكرين كنت دايما بقول لك لازم يبقى اي باور ماينس، ده من شرط من شروط الانفرس، لازم الاي تبقى باور ماينس ما تبقاش باور بلس، تمام؟ ففي الحاله دي اقدر اقول لك ان انا عشان الكونديشن، فاكرين الكونديشن ده اللي هو ان الاف اوف اس عند ما لا نهايه لازم تبقى ايه؟ زيرو، صح؟ عشان يكون الاف اوف اس عند الاس تقول لي ما لا نهايه بزيرو، ده سبب داعي ان انا اخلي الثابت ده يبقى بكام؟ بزيرو. يبقى خد بالك من حاجه بقى، ده الثابت ده انا مش هجيبه باستخدام الانيشال كونديشنز، الثابت ده انا هجيبه بايولوجيك. يعني ايه بايولوجيك؟ انا عارف ان المعادله عشان ترجع للتايم دومين لازم تبقى كاس دومين، لازم يبقى شكلها مقبول، صح؟ يعني ايه شكلها مقبول؟ مقبول يعني لازم تحقق الكونديشن ده. فهل الاس دومين بتاعي بيحقق الكونديشن ده ولا لا؟ تعال نبص. الحته دي بتحقق عند الاس بما لا نهايه، فعلا هتقول الزيرو. ولكن هل الحته دي بتحقق؟ لا. يبقى الجزء ده بيحقق، بس الجزء ده ايه؟ مش بيحقق الاس دومين المتفق عليه، تمام؟ ففي الحاله دي خلاص انا هقول، هتاخذ قرار ان الثابت ده اكيد بزيرو. طبعا انا ليه اكدته؟ عشان المساله ليها تايم دومين، فطالما ليها تايم دومين يبقى اكيد الثابت ده ما كانش ايه؟ الجزء ده ما كانش موجود. طيب يبقى انا في الاخر هحول مين بس؟ هحول الشكل ده، واحد على اس تكعيب، طبعا تحولته هيبقى تي سكواد على الاثنين. فهمنا بس هنا الثابت هنا اوجدناه بزيرو ليه؟ عشان الاس دومين يبقى شكله مقبول بالنسبه لي، لازم عند الاس بما لا نهايه يقول زيرو، بينما الشكل ده للاسف غير مقبول بالنسبه لي بالمره، وبالتالي الشكل ده ما ينفعش يتجاب له انفرس، وبالتالي الشكل ده لازم اساسا ما كانش يكون ايه؟ موجود. طيب دلوقتي زي ما اتفقنا قبل كده ان انا عن طريق لابلاس اقدر احل كمان سيستم اوف اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، ممكن احل اثنين او ثلاثه او اكتر كمان، تمام؟ باستخدام فكره اللابلاس. العمليه مش هتختلف كطريقه الحل، طريقه الحل زي ما هي، تمام؟ يعني اكيد برضو اللي انا عندي ديفرنشال ايكويشنز هنا، طبعا انا عندي هنا كام انون، يعني افكرك برضو بمعنى كلمه سيستم. معنى كلمه سيستم اللي انا ما عنديش انون واحد، ما عنديش اوتبوت واحد. السيستم ده المره دي ليه كام اوتبوت؟ السيستم ده ليه تو اوتبوتس، الاوتبوت اللي هو الاكس والاوتبوت اللي هو مين؟ الواي، تمام؟ وكل واحد فيهم فانكشن من مين؟ فانكشن من التايم تي، تمام؟ كل واحد فيهم فانكشن من التايم تي. فانا دلوقتي عندي تو سيستمز في تو سوري تو ديفرنشال ايكويشن في تو انونز، عندي معادلتين في مجهولين، تمام؟ طيب فانا استيل عندي معادله في التايم دومين، معادلتين في التايم دومين، فانا اول خطوه اكيد هعملها ان انا هجيب اللابلاس، وبعد ما اجيب اللابلاس اكيد هجيب الاكس اوف اس والواي اوف اس، هجيب الحلول في الاس دومين، وبعدين اجيب الانفرس عشان اجيب الحلول بتاعت التايم دومين. يعني اكيد مسار الحل هيتبع برضو الثلاث خطوات اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده، تمام؟ طيب تعال نبدا نطبق بقى. هنجيب اللابلاس لكل معادله، كل معادله نجيب لها لابلاس، تمام؟ كل ترم هيبقى ليه تحويله. تعال نشوف الاكس تحولته اكس اوف اس، الواي داش تحولته المعتادة اس واي ناقص واي على زيرو، الاي تحويلتها واحد على اس بلس 1، الاكس داش اس اكس ماينس اكس زيرو، الاكس هيبقى اكس اوف اس، الواي داش ليه تحويله والواي ليه تحويله والزيرو مالهوش. طيب انا كده مجرد عملت اللابلاس لكل ترم في المعادلتين دول. هنبدا على طول ايه بقى؟ قبل ما نفكر في موضوع الاكس اوف اس واي اوف اس، على طول بعد اللابلاس بتابلاي الانيشال كونديشنز، خلاص اتعودت على كده. خلاص الانيشال كونديشنز هنا بتقول لي ان الترم ده مش هيبقى ليه وجود، الانيشال كونديشن عندي هنا بزيرو، والترم ده برضو هيطير، خلاص، والترم ده برضو ايه؟ هيطير، تمام؟ طيب فكده اصبحت المعادله عوضت فيها بالانيشال كونديشنز خلاص. طيب انت كده عندك معادلتين في مجهولين، استناني بقى، معادلتين في مجهولين انا متعود دايما احلش المسمى ده،
اللي هي مسمى معادلتين في مجهولين بعرف احله بسهوله لما يكون على الصوره الجبريه. هل هو على الصوره الجبريه؟ اه سواء على الصوره الجبريه، يعني بسهوله جدا اقدر ارتب الشكل ده، اقدر ارتب المعادلتين دولت بحيث احطهم على الصوره الجبريه. طبعا انا مطمن ان هم صوره جبريه ليه؟ عشان الانونز بتاعتي اللي هي الاكس كابيتال والواي كابيتال، الانونز دي هل فيها باور 2 ولا هي باور 1 بس؟ باور 1. فاقدر احل المعادلتين في مجهولين على الصوره الجبريه، مجرد بس ان انا هعمل تنظيم لشكل المعادلتين دولت، اخلي الانونز اللي شبه بعض تحت بعض، يعني اخلي الاكسات تحت بعض والوايات ايه تحت بعض، وتاخدهم طبعا كل واحده فيهم تاخد كومن فاكتور، هنا اخدت اكس هنا مع اكس هنا كومن فاكتور والقصه دي كلها. فحطيت المعادلتين على الصوره ايه الجبريه. طيب بعد ما حطيت المعادلات على الصوره الجبريه، المفروض دلوقتي خلاص الخطوات اللي جايه خطوات سهله. انت عايز تجيب الحل اللي هو اكس اوف اس واي اوف اس، صح كده؟ فهحل معادلتين في مجهولين ايا كان بقى طريقه الحل، سواء باستخدام طريقه كرامر او طريقه الحذف، فاقدر في الاخر احل معادلتين في مجهولين بسهوله. طب ايه بقى المشكله؟ هو مفيش مشكله، بس عايز الفت نظرك لحاجه، اللي انت لو جبت هنا الاكس اوف اس وجبت الواي اوف اس، هتضطر تحل كام مساله انفرس، مسالتين انفرس، صح كده؟ عشان تجيب التايم دومين. طب هو يعني في اقتراح تاني غير ده؟ اه ده في اقتراح تاني. الاقتراح التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي انت هنا جبت الاثنين في الاس دومين، جبت الحلين في الاس دومين، وبعد كده عملت انفرس مرتين عشان تجيب الحلول في التايم ايه دومين. طب ما في حل تاني اسهل، ان انت تعمل ايه؟ تبص على المعادلات بتاعتك الاول، تبص على التايم دومين بتاعك، بص كده على التايم دومين بتاعك، قول لي كده مين الانون اللي سهل ايجاده في التايم دومين. اه انا شايف كده الانون اللي انا اقدر اجيبه بسهوله جدا في التايم دومين هو الاكس، عشان اكس هنا ما عندهاش ولا داش ولا عندها اي حاجه، فالاكس هنا لوحدها كده ما فيهاش اي حاجه بتاثر عليها، فاقدر اجيب الاكس من التايم دومين بسهوله جدا. فانت عايز تقول لي ان انت تقدر تجيب الاكس من التايم، بس انت عشان تجيب الاكس من التايم محتاج تجيب الواي في التايم، وعشان تجيب الواي في التايم لازم تجيب الواي في الاس دومين. فاهمين انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بدل ما اجيب الحلين، بدل ما اجيب الحلول كلها في الاس وارجع بالانفرس مرتين، لا انا هجيب حل واحد بس في الاس اللي هو مين؟ الواي، وهعمل له انفرس واجيب الواي اوف تي، والواي اوف تي بقى منها اجيب بقى الاكس اوف تي بسهوله جدا من معادله مين؟ التايم. فاهمين يا جماعه؟ يبقى دايما لما اوصل لمرحله ايجاد الحلول بتاعت الاس دومين، اول لما اوصل للمرحله دي لازم نتخذ قرار، يا اما اجيب الحلول كلها في الاس دومين وارجع مرتين بالانفرس عشان اجيب الحلول في التايم دومين، يا اما اجيب حل واحد بس في الاس دومين والحل التاني اقدر اجيبه من التايم دومين. تمام؟ فده القرار اللي انا لازم اخده. القرار ده متوقف على ايه؟ متوقف هل عندك احد الانونز سهل ايجاده في التايم دومين ولا لا. فانا هنا كنت شايف ان الاكس سهل ايجادها في التايم دومين، فبناء عليه قلت خلاص اركن الاكس دلوقتي، دي انا هقدر اجيبها في التايم دومين بسهوله، ركز دلوقتي في ايجاد مين؟ الاس دومين. طبعا التفكير ده مهم جدا. ليه بقى التفكير ده مهم؟ لان عمليه الانفرس عمليه مش سهله برضه، عشان تقعد تجيب انفرس عمليه ممكن تبقى طويله، صح؟ فانت بدل ما تقعد توجع دماغك وتعمل انفرس مرتين، فانت هنا هتعمل انفرس مره واحده، فاكيد العمليه هتبقى هنا اسهل. طيب خلاص، يبقى انا دلوقتي قررت ان انا همشي في الاتجاه ده، انا هجيب الحل في الاس دومين، انهي حل؟ اللي هو الواي اوف اس. طيب فانا دلوقتي هجيب الواي اوف اس في الاس دومين. طبعا هو في طرق كتيره، يعني في طريقه الحذف، انت عشان تجيب الواي لازم تحذف مين؟ الاكس. فبنقعد بقى نضرب، مثلا نضرب ده في اس بلس 1 ونطرحه من ده عشان يروحوا مع بعض عشان الاكس تتحذف. دي طريقه اسمها الحذف. بس انا عايز اعودك برضو على طريقه اسمها كرامر. الطريقه دي يعني على هي ميزتها اللي هي طريقه منظمه، فاهم؟ طريقه الحذف طريقه حلوه برضو بس عشوائيه شويه، ممكن تلخبطك شويه. فطريقه كرامر طريقه منظمه جدا. بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت لما يكون عندك معادلتين في مجهولين وعايز تحلهم بتعمل ايه؟ بتجيب حاجه اسمها الديترمينانت، محددات. بتجيب محدده للمعاملات اسمها دلتا، وفي محدده اسمها دلتا واي.
طالما انت عايز الواي بتجيب دلتا والدلتا واي، لو انت عايز الاكس اوف اس فبتجيب دلتا ودلتا اكس. طب تعالى نتعرف بقى مين هي الدلتا ومين هي الدلتا واي او دلتا اكس. الدلتا هي عباره عن ديترمينانت، وزي ما انا كاتب لك جوه كده انا بحط فيها برص فيها المعاملات بالترتيب، يعني بحط معاملات الاكس اللي هو 1 واس بلس 1، دي معاملات مين؟ الاكس. وبحط معاملات الواي اللي هي اس واس ماينس 1، تمام؟ دي الديترمينانت اسمها دلتا. الدلتا واي بقى هي نفس الدلتا بالظبط، بس بعمل ايه بقى؟ نفس الدلتا بتاعت الدلتا الاصليه بالظبط، بس الدلتا واي بشيل المعاملات بتاعت الواي، بشيل معاملات الواي، شايفين معاملات الواي دي؟ هشيلها واحط بدلها الحدود المطلقه اللي هما مين؟ يعني بص كده اهو، انا خليت معاملات الاكس زي ما هي، بس معاملات الواي شلتها وحطيت بدلها ايه؟ اسمه ايه ده؟ ده اللي هو الحد الايه؟ ده اللي هو الحد المطلق اللي هو ده. تمام؟ طيب انا كده خلصت. خلصت ازاي يعني؟ هنحسب بقى الدلتا دي والدلتا دي. الدلتا دي نحسبها بسهوله جدا، ده في ده ناقص ده في ده، هيطلع لك الشكل ده كده، لما تضرب ده في ده ناقص ده في ده هيطلع لك المنظر ده، اللي هو لو جيت اختصرته هيطلع ماينس اس سكوير بلس 1. والدلتا واي لما تضرب برضو ده في ده ناقص ده في ده يطلع لك ماينس 1. طب فين بقى الحل؟ الحل بتاع الاس دومين هيبقى دلتا واي على الدلتا. الحل بتاع الاس دومين دلتا واي على الدلتا. طبعا لو انا كنت عايز اجيب الاكس في اس فكنت هضطر اجيب حاجه اسمها دلتا ايه؟ دلتا اكس. والدلتا اكس هيبقى نفسها الدلتا، بس هشيل معاملات الاكس واحط بدلها الحدود ايه؟ المطلقه. هنشوفها في الاكزام اللي جاي. المهم بس انا حبيت اوريك طريقه جديده، مش طريقه جديده ولا حاجه، بس دايما كنا طريقه بنتناساها دايما مش بنستخدمها، اللي هي طريقه كرامرز. بس هي طريقه ممكن تبقى طريقه منظمه وتفيدك في الحاله دي بدل ما تقعد تعمل عمليه الحذف. المهم ان انا وصلت في الاخر لشكل مين؟ الواي اوف اس. نقدر بقى دلوقتي نجيب الانفرس عشان نجيب الواي اوف تي، هيبقى ساين تي. انا كده جبت الواي اوف تي بس لسه ناقص لي الاكس. الاكس بقى هجيبه من التايم بقى دومين، بالتحديد من انهي معادله؟ المعادله اللي الاكس فيها سهل، اللي هي المعادله دي. يبقى انا هقول ان انا همسك الواي اعوض بيها في المعادله الاولى، اقدر اجيب منها مين؟ الاكس. فالاكس هي عباره عن اي باور ماينس تي ناقص واي داش، فادي الاي باور ماينس تي وادي الواي داش اللي هو هيبقى بدل الساين كوزاين. ويبقى كده انا جبت الحل بتاع الاكس خلاص، وجبت الحل بتاع الواي. كده المساله بتاعتي خلصت. طبعا انا عايزك يعني لو حليت المساله دي باستخدام الديفرنشال ايكويشنز العاديه، باستخدام بقى اللي هو الدي اوبريتور والطريقه اللي احنا خدناها في الكورس بتاع الديفرنشال ايكويشن، هتلاقي العمليه اطول بكتير. تمام؟ هنا العمليه اسهل بكتير جدا. طيب تعالى نشوف كده السيستم ده. المره دي انا عندي سيستم فيه برضو تو ديفرنشال ايكويشنز، وعندي هنا تو انونز اللي هو الاكس والواي. تمام؟ فهنا واضح زي ما اتفقنا ان انا خطوات الحل بتاعتي ثابته مش هتتغير. اول خطوه بجيب اللابلاس لكل ترم في المعادله. تمام؟ كل واحده من دولت ليها تحويله بقى. تمام؟ وبعد كده هابلاي الانيشال كونديشنز. فلما ابلاي الانيشال كونديشن طبعا هو هنا اس 4، فهتلاقي ده هيطير وده برده هيطير وهنا ده هيطير وهتلاقي برده ده هيطير. فحاضر اوصل في الاخر ان احنا زي ما اتفقت معاك ان دي هتبقى في الاخر معادله الجبريك، معادله جبريه، مجرد بس ان انت حاول تنظم شكلها شويه، تخلي الحاجات المتشابهه مع بعض اللي هي الاكسات مع بعض والوايات مع بعض، وكمان ترص الحاجات اللي شبه بعض تحت بعض، لان هتحطها لي في الاخر على الالجبريك فورم بالمنظر ده. طيب بعد ما انا حطيتها على المنظر ده، دي الصوره الطبيعيه او الصوره الستاندرد للالجبريك فورم. الاكس والواي في ناحيه والحد المطلق في ناحيه ثانيه. زي ما اتفقنا هنا لازم نبدا نتخذ قرار. القرار اللي هناخده يعني نجيب الحلول في الاس، وبعد كده نرجع مره واحده بالانفرس للتايم، بس هنعمل الانفرس مرتين، يا اما اجيب حل واحد بس في الاس والحل الثاني اجيبه من التايم. العمليه متوقفه على ايه؟ هل في حل من الحلول تعرف تجيبه من التايم بسهوله؟ ابص كده، لازم ابص على التايم دومين، ابص على التايم دومين، انا ابص على المعادله الاولى والمعادله الثانيه، هل في احد الانونز اقدر اجيبه من التايم بسهوله؟ للاسف لا. هلاقي ان معادله الاكس هنا صعبه ومعادله الواي صعبه وهنا نفس القصه. تمام؟ اذا معنى كده ان انا مش هينفع اسيب حاجه للتايم،
مش هينفع اقول اجل حاجه واسيبها للتايم دومين، لان انا مش هعرف احلها في التايم. خلاص، يبقى الاسهل هنا ان احنا نعمل ايه بقى، عكس اللي عملناه في المسائل اللي فاتت، نعمل نجيب الحلول كلها في الاس دومين، وبعد كده نرجع مره واحده مين بالانفرس للتايم دومين. طيب ازاي نجيب الحلول كلها في الاس دومين؟ عادي بقى، يا اما تعمل اليمينيشن يا اما تعمل كرامر، بس نصيحتي اعمل كرامر. ليه؟ اصل الاليمينيشن هنا هتبقى دوخه شويه، هتبقى عمليه عشوائيه شويه، هتقعد تحذف الاكس وتجيب الواي، بعد ما تحذف الواي تعوض عشان تجيب الاكس. طب ليه؟ طب انا كرامر طريقه منظمه وسهله جدا. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب 3 دلتا، 3 محددات، دلتا ودلتا اكس ودلتا واي. الدلتا دي بتاعت المعاملات، محدده المعاملات، الديترمينانت بتاعت المعاملات، بترص جواها معاملات الاكس اللي هي بالاحمر ومعاملات الواي اللي هي بالاسود. تمام؟ طيب دي طبعا حسابها سهل، هتبقى ده في ده ناقص ده في ده. فطبعا لما تضرب ده في ده هيطلع لك فرق مربعين اللي هو اس سكوير ماينس 1. بعد كده تحط الاشاره ماينس وتضرب ده في ده هيطلع لك اس سكوير ماينس 4. فالاختصار هيؤدي في الاخر لثلاثه. طب دي الدلتا بتاعت المعاملات. محتاج الدلتا بتاعت الاكس والدلتا بتاعت الواي، اتفقنا؟ ايه الفرق؟ الدلتا بتاعت الاكس هتاخد نفس الدلتا الاصليه، نفس المعاملات، بس هتشيل معاملات مين؟ مش انت عايز دلتا الاكس، هتشيل معاملات الاكس، تحط مكانها مين؟ الحدود المطلقه. يبقى انت هتشيل دي وتحط بدلها الحد المطلق اللي هو ده. تمام؟ طيب فانا حطيته اهو هنا. طيب يلا نحسب الديترمنت، دي سهله برضو، ده في ده ناقص ده في ده هيؤدي في الاخر لكام؟ ماينس 1 على اس بلس 1. طيب دلتا الواي هياخد نفس الدلتا الاصليه، بس المره دي هشيل مين؟ انا عايز دلتا بتاعت الواي، فهشيل معاملات الواي واحط بدلها ايه؟ الحد المطلق اللي هو ده اهو. طيب نحسب بقى الدلتا بتاعت الواي، ده في ده ناقص ده في ده يديني كام؟ 1 على اس بلس 2. تمام؟ طيب بعد ما جبت الدلتا ودلتا اكس ودلتا واي، يلا نجيب بقى الحل بتاع الاكس والحل بتاع الواي في الاس دومين. الحل بتاع الاكس هيبقى دلتا اكس على دلتا، والحل بتاع الواي دلتا واي على الدلتا. فيلا نقسم دلتا اكس على الدلتا ودلتا واي على الدلتا، هيطلع في الاخر الشكلين دولت. نقدر نجيب بقى الانفرس بسهوله جدا، هيبقى هنا اي باور نيجاتيف تي، وهنا هيبقى اي باور نيجاتيف 2 تي. وكده يبقى انا خلصت حل مثلا. تمام؟ يبقى الموضوع بسيط جدا، السيستم طريقه التعامل معاه زي طريقه التعامل مع الديفرنشال ايكويشن العاديه، بس الفرق اللي انا بوصل في الاخر المعادلتين في مجهولين. طيب دلوقتي بقى اخر حاجه هناخدها، بما اننا بنتكلم على الديفرنشال ايكويشنز، وبعد ما عرفنا ازاي لابلاس بيتعامل مع الانواع المختلفه للديفرنشال ايكويشنز، تعال بقى نبدا ناخد ابلكيشن حقيقي بقى. يعني ايه ابلكيشن حقيقي؟ تعال ناخد سيستم، السيستم ده نبدا نعمل له ماثيماتيكال موديلنج الاول، وبعد ما نعمل له ماثيماتيكال موديلنج نبدا نسولف الموديل بتاعي او نسولف المعادله اللي هتطلع باستخدام اللابلاس. نعمل البروسيس كامله. تمام؟ طيب فانا دلوقتي السيستم اللي احنا هنبدا نشتغل عليه والمشهور جدا في تطبيقات اللابلاس اللي هو الار ال سي سيركت. الار ال سي سيريز سيركت اقدر اعمل لها كومبليت اناليسيس باستخدام اللابلاس. تمام؟ ال ار ال سي سي سيركت اللي هي عندي سيركت الكتريكال سيركت، ادي السورس اللي هو الانبوت سورس، هو ده الفولت سورس بتاعك، ده المفروض يكون جيفن، المفروض يكون انت اللي حاطه، فانت عارف الشكل بتاعه عامل ازاي. بالاضافه ان انت حاطط شويه كومبوننتس ار وال وسي اللي هو الريزيستنس مقاومه والكويل والكاباسنس، دول متوصلين ان سيريز. تمام كده؟ طب ده السيستم، بس انت عودتني على حاجه، انت عودتني عشان اعمل موديلنج لازم اعرف مين الحاجه اللي انا بقيسها، مين الاوتبوت بتاع السيستم، مين الحاجه اللي انت عايز تقيسها. فاللي انا عايز اقيسه هنا هو مين؟ الكرنت اللي هو الاي اف تي. تمام؟ دي الحاجه الاساسيه اللي انا عايز اقيسها. فالسيستم بتاعي اهو، السيستم ده ليه اوتبوت اسمه كرنت، اسمه اي اف تي. تمام كده؟ فانا دلوقتي عايز اسولف السيستم ده، ان انا عايز اجيب الكرنت، بس انا مش هينفع اسولف غير لما اعمل عمليه الموديلنج. تعال نعمل ماثيماتيكال موديلنج. تمام؟ الماثيماتيكال موديلنج بكل بساطه بحاول ادور على معادله بتوصف السيستم ده.
فابسط معادله اوصف بيها الالكتريكال سيركت دي، الناس بتوع كهرباء قالوا لنا ان في معادله اسمها كي في ال. المعادله الكي في ال دي هتحقق الغرض اللي انت عايزه. المعادله اللي اسمها كي في ال دي، او القانون اللي هو كيرشوف فولتج لو، عن طريق القانون ده بيقول لك ان الفولت سورس اللي انت بتحطه ماله بيتوزع على الار والال والسي. يعني السورس اللي هو الانبوت سورس اللي هو الاي اوف تي بيتوزع على الار والال والسي بالمنظر ده، تمام كده؟ هي دي المعادله اللي بتوصف السيستم، وهي دي المعادله اللي هوصل بيها لشكل الماثيماتيكال موديلنج بتاعي. طيب لغايه دلوقتي انا مش شايف اي ماثيماتيكال موديلنج، يعني انا شايف معادله بس، هل دي معادله ديفرنشال ايكويجن ولا انتجرال ايكويجن ولا ميكس؟ العمليه متوقفه على ايه؟ لازم المعادله دي يظهر فيها مين؟ الفاريبل اللي انا بقيسه اللي هو الاي، صح كده؟ مش انت بتقيس الاي، يبقى لازم المعادله دي يظهر فيها الكرنت الاي. وعلى حسب بقى الاي ده هيظهر ازاي هنا، هل هيظهر لوحده، هيظهر جوه انتجريشن، هيظهر جوه داش، ايا كان هقدر اصنف المعادله دي. طيب عشان اظهر الاي هنا، فطبعا القوانين معروفه، الفولت اللي على الريزيستنس بيبقى ار في الاي، تمام؟ الفولت اللي على الكويل اللي هو الاندكتنس بيبقى ال اي داش. الفولت اللي على الكباسنس بيبقى واحد على سي في الكيو. ايه ده؟ مين الكيو ده؟ انا عايز كله اي. ما الكيو ده يعتبر بردر، يعتبر بارامتر مكافئ للاي، تمام؟ الكيو ده اللي هو التشارج، الكيو ده اللي هو يمثل التشارج. ففي علاقه ما بين الكيو اللي هي التشارج والكرنت، يعني تقدر تقول ان السيستم ده ممكن اعبر عنه بدلاله الاي، او اعبر عنه بدلاله مين؟ التشارج، تمام؟ الحاجه اللي هقيسها لو قست الاي ممكن استنتج منها التشارج، ولو قست التشارج ممكن استنتج منها مين؟ الكرنت اللي هو الاي. ففي علاقه ما بينهم. العلاقه دي بكل بساطه بتقول لك ان الاي هو المعدل الزمني للشحنه اللي هو كيو داش، تمام؟ فالاي هو كيو داش، يعني الكيو هو تكامل الاي اوف اكس دي اكس من 0 تي. طبعا هو التكامل بالمواصفات دي اللي هي من 0 تي، من 0 عشان دايما التايم الابتدائي دايما بيبقى 0، فكيو هو تكامل من 0 تي. طيب يعني في الاخر انت عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك ان انت لما تيجي تعمل ماثيماتيكال موديلنج للشكل ده، لما تيجي تعمل ماثيماتيكال موديلنج للشكل ده، لازم تقرر اذا كنت هتشتغل مع الكرنت ولا تشتغل مع التشارج. هي هتفرق؟ هتفرق، بتفرق كتير جدا، بتفرق ساعات في صعوبة وسهولة المسألة، تمام؟ فيا ترى هشتغل مع الكرنت ولا هشتغل مع التشارج؟ تعال نشوف. لو انا اشتغلت بدلالات الكرنت، فكل كومبوننت، كل فولتج من دولت لازم يتحول بدلالات الكرنت، فالفي ار هيبقى ار اي، ما فيهوش مشكله. الفي ال هيبقى ال اي داش، ما فيهوش مشكله. بس الفي سي بدل ما هو كان واحد على سي في الكيو، لازم الكيو دي يتحط مكانها مين بقى؟ يعني كان المفروض كان واحد على سي هنا في الكيو، صح؟ فبدل الكيو هنا هحط مين؟ التكامل اللي هو من 0 تي. كده بقت المعادله دي كلها بقت معادله في الكرنت اي. المعادله دي تقدر تصنفها لي، دي عباره عن انتجرو ديفرنشال ايكويشن. طب هي المعادله دي محتاج فيها كام كونديشن؟ زي ما احنا عارفين قبل كده ان عدد الكونديشنز مرتبطه بعدد التفاضلات، الاوردر يعني، تمام؟ فالاوردر هنا ايه؟ فيرست اوردر، يعني المعادله هنا التفاضل فيها تفاضل اول، فطالما هو هنا فيها التفاضل الاولاني يبقى انا مش محتاج غير انيشال كونديشن واحد اللي هو الاي اوف زيرو، تمام؟ بينما لو انت خليت المعادله بدلاله التشارج هيبقى ايه التغيرات بقى؟ طبعا واحد على سي في كيو ده اساسي، ما فيهوش اي مشاكل، خلاص ده خلص. ده كان اسمه ال اي داش، صح؟ كنت بحط هنا اي داش وكنت بحط هنا اي. طب ايه التغيرات اللي هتحصل؟ الاي هي كيو داش، صح؟ فهنا الاي هي كيو داش، والاي هي كيو داش، فلما اجي اقول اي داش يبقى كيو دبل داش، صح كده؟ وطبعا ده هيبقى الكيو بتاعتي العادية، يعني هيبقى هو ده شكل المعادلة بتاعت الكيو. واضح ان هي معادلة بيور ديفرنشال ايكويشن سكند اوردر كمان، فانت محتاج تو انيشال كونديشنز، الكيو عند الزيرو وكيو داش عند الزيرو، تمام؟ فخلاصة الكلام اللي انا هجيب لك دلوقتي ار ال سي سيركت متوصله ان سيريس، مش لازم اجيب لك كل الكومبوننتس، ممكن اجيب لك ار ال، ممكن اجيب لك ال سي، ممكن اجيب لك ار سي. انت اهم حاجه تكتب الاول قانون الكي في ال، تمام؟
وبعد ما تكتب قانون الكي في ال تقرر اذا كنت القانون ده هيترجم بدلالة الاي ولا يترجم بدلالة التشارج اللي هي كيو على حسب بقى معطيات المسألة. فتعال نشوف اكزامبل. لو جينا بصينا على الاكزامبل ده، انا هنا بقول لك ان انا عندي ار سي سيركت، ار وسي سيركت، عايز احسب الكرنت وبعد كده احسب التشارج. طبعا في علاقه ما بينهم، لو جبت واحد تقدر تعرف تجيب الثاني. واعطالك الفاليوز بتاعت الار والسي، وقال لك كمان عايز اعمل سكتش للكرنت والتشارج. طيب اول حاجه هنبدا بيها ايه؟ معادله الكي في ال. الكي في ال هنا انا عندي ار وسي، فالسورس اللي هو الانبوت سورس بتاعك هيتوزع على الار والسي بس. الفولت بتاع الار اسمه ار اي، والفولت بتاع السي اسمه واحد على سي في كيو. طب دي الشكل الابتدائي لمعادله الكي في ال. الشكل ده لازم في الاخر يترجم يا اما بدلاله الاي بس يا بدلاله الكيو بس زي ما اتفقنا. طيب انا لو خليته بدلاله الاي بس هيبقى ايه؟ سوري، لو بدلاله الكيو، فكيو دي هتنزل زي ما هي، بس الاي دي هتتحول هنا تبقى كيو داش. يبقى في الحاله دي لو انا ترجمته بدلاله الكيو يبقى انا محتاج كام انيشال كونديشن؟ محتاج، خلي بالك الانيشال كونديشن دي محتاجها لابلاس صح؟ فطالما عندي كيو داش فانا محتاج انيشال كونديشن واحد اللي هو كيو عن الزيرو. طيب طب لو انا ترجمتها للاي، يعني خليت المعادله بدلاله الاي، فالاي اهي خليتها زي ما هي ما لعبتش فيها، بس كيو دي هتتحول هنا لتكامل اي، تكامل من زيرو تي للاي. طيب وهسال نفسي نفس السؤال، انا محتاج كام انيشال كونديشن؟ ايه رايك؟ مش محتاج اي انيشال كونديشن، انا هنا اقدر اسولف من غير اي انيشال كونديشن لان انا ما عنديش تفاضلات صح؟ فدايما الانيشال كونديشن بحتاجها في تحويله اللابلاس بتاعت التفاضل صح كده؟ فلما يكونش عندي تفاضل مش محتاج اساسا انيشال كونديشن. طيب يبقى انت عايز انا هستخدم دي ولا استخدم دي؟ هو انت اساسا عندك معلومه عن الكيو في زيرو؟ ما عنديش معلومه عنها، يبقى انا مش هينفع استخدم الكيو، انا هشتغل مع مين؟ مع الكرنت، لان هو ما عطليش اي كونديشن هنا استخدمه، فبالتالي هشتغل مع معادله الكرنت اسهل بكتير. طيب يلا نشتغل على معادله الكرنت. خلاص هي دي المعادله بتاعتي اهي، نبدا بس نعوض جواها بالجيفنز اللي عندي، المعطيات اللي عندي. هو عطالي الار بواحد، هي واحد، السي 0.1 فواحد على 0.1، الاي اللي هو السورس الانبوت سورس ده عباره عن باتري عباره عن 10 فولت. طيب المفترض دلوقتي ان انا هحل بقى المساله عادي بقى، خلاص المساله دي تعرف تحلها باستخدام اللابلاس. هنجيب لابلاس ايه زي ما متعودين، نجيب لابلاس الاول وبعد كده نجيب الحل بتاع الاس وبعد كده نجيب الانفرس. نجيب لابلاس الاول، الاي تحويلته هتبقى اي في اس، الشكل ده تحويلته هيبقى اي مقسوم على اس، وال10 هتبقى 10 على اس. بعد كده لازم اجيب الحل بتاع الاس دومين لوحده منفصل، فبنعمل ايه؟ بناخد الكومن فاكتور الاول تمام، وبعد ما ناخد الكومن فاكتور المفروض بنقسم على المعامل، بس احنا اتعودنا واتفقنا اتفاق اللي احنا قبل ما نقسم على الشكل الغريب ده نبسطه الاول، نوحد المقامات. لو وحدت المقامات هيبقى كده تمام، اقدر بقى اقسم عليه. فلما تقسم طبعا ده هتلاقي ده هيروح مع ده، هيطلع الاي في الاخر بشكل بسيط جدا 10 على اس بلس 10. بعد ما جبت الحل بتاع الاس اجيب الانفرس اللي هي هتبقى 10 اي باور ماينس 10 تي، كده جبت الحل بتاع الكرنت في التايم دومين. ناقص ان انا اجيب التشارج، في علاقه ما بينهم. الكيو هي عباره عن تكامل الكرنت، فانا هدخل الكرنت ده جوه التكامل. طبعا هدخله هنا بدلاله الاكس، يعني زي ما اتفقنا تكامل من 0 تي يبقى جوه احط هنا اكس، فهدخل الكرنت ده جوه التكامل بس ان ترمز اوف اكس، وهبدا اعمل بقى تكامل من 0 تي. طبعا التكامل هنا من 0 تي اقعد بقى تكامل الاي بتنزل زي ما هو واقسم على المعامل، والقصه دي كلها هيطلع في الاخر الشكل ده. طيب اهم حاجه بالنسبه لي ان انا وصلت في الاخر لشكل الكرنت اهو، وصلت في الاخر برضو لشكل التشارج اللي هي اهو. عايزين بقى نبدا نرسم الاثنين دولت، رسمتهم بسيطه جدا. انا هرسم الاي والكيو مع التايم صح، هرسمهم مع التايم. اهم حاجه تعرف نقطه البدايه بكام والبيهيفير هيبقى عامل ازاي. يعني وانا برسم الاي هنا حط التي بزيرو، فلما تحط هنا التي بزيرو اي باور زيرو ب 1 هيديني 10، يبقى نقطه البدايه ب 10، يعني الكرنت في البدايه هيبقى فول تشارجز عند ايه؟ عند 10. وبعد كده ايه اللي هيحصل له؟
الاي باور ماينس دي بتعمل ايه؟ ده بيعمل ديكينج كده، يعني الاي بتقل، يعني عارفين طبعا الاي باور ماينس بتبقى حاجه عامله كده بتقل، فهتلاقي الكرنت بتاعك هيقعد يقل يقل، وفي الانفينيت هيوصل لكام؟ بزيرو. فانا اهم حاجه عندي لما تيجي ترسم حط مره بزيرو ومره بانفينيتي وشوف بتقل ولا بتزيد، فهي واضح ان هي هنا ايه هتقل. طب الكيو بقى يلا نشوف عن التيب زيرو، اي اي باور زيرو بكام؟ ب 1، 1 ماينس 1 بزيرو، يبقى نقطه البدايه هنا هي زيرو. ناقص تعرف نقطه النهايه وبعد كده تقول لي بتزيد ولا بتقل. نقطه النهايه انا هحط التي بكام هنا؟ بانفينيتي، فحط هنا تي بانفينيتي هيبقى اي باور ماينس انفينيتي بكام؟ بزيرو. الاي دي كلها عند الماينس انفينيتي هتبقى زيرو، وبالتالي عند الانفينيتي هتقول في الاخر اللي كام؟ ال 1. تمام؟ طب هي بادئه بزيرو وفي الانفينيتي هتوصل لل 1، يبقى واضح ان التشارج عكسه طبعا بيزيد. خلاص بالمنظر ده. وبكده يبقى انا رسمت الاي والكيو. طبعا هو هنا بقى ممكن يجيب لك ار ال سيركت او ار ال سي، اهم حاجه بس الخطوه دي. انا عايزك بس تحسم الموضوع، يا تشتغل مع التشارج يا تشتغل مع الكرنت، على حسب بقى هل انت عندك معطيات زي موجوده في كل حاله ولا لا.